يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة متجددة، بداية اسبوع جديد نطل عليكم من خلال استديو اس بي سي وعلى شاشتكم المميزة، شاشة اس بي سي. حياكم الله وحيها العين ومساك الله بالخير ريم. مس النور نادر وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة وبداية اسبوع جديد بمختلف المواضيع المتنوعة واكيد الاحداث الجديدة والمشوقة وكثير من المواضيع والفقرات اللي راح نتناولها معاكم اليوم في حلقتنا، لا تفوتوها. أكيد ريم، حنا تعودنا دائما في استديو اس بي سي أنه نرصد كافة الأخبار، سواء الأخبار المحلية اللي عندنا هنا في الساحة المحلية أو حتى نطلع فيكم مع أنحاء العالم عشان نرصد آخر المستجدات. عشان كذا خلونا نبدأ ونشوف إيش أبرز فقرات حلقتنا لليوم. وأول مواضيعنا لليوم يمين الطلاق بين التهاون والجهل. وغياب الرقابة الأبوية خطر يهدد أطفال اليوم. وفي وسط زحام الحياة هل تستمع لصوتك الداخلي؟ وعمليات تجميل الأنف بدون تدخل جراحي. يا هلا وسهلا وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا لليوم، واكيد نبدا معاكم حلقتنا مثل ما عودناكم بفقرتنا الاخباريه، واكيد لا تنسوا تتابعونا وتشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاغ ستوديو اس بي سي. وخلينا ننتقل معاكم الان الى شاشه الاخبار. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، واكيد مثل ما تطرقنا معكم لابرز فقرات حلقتنا اليوم، الان ننتقل معكم الى ابرز الاخبار اللي رصدناها لكم اليوم على شاشه اس بي سي. والبدايه حيث تطلق الهيئه العامه للنقل اليوم الاحد الرصد الالي لمخالفات الشحن والحافلات في الشاحنات والحافلات عفوا في المملكه، وبينت ان الرصد الالي للمخالفات ويشمل نشاط نقل البضائع وتاجير الشاحنات على الطرق البريه، وكذلك نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي في مختلف مناطق المملكة. أما أبرز المخالفات التي سيتم رصدها تشغيل شاحنة أو حافلة بدون بطاقة تشغيل، فضلا عن تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية أو انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو حتى الحافلة. أكيد هذا من الأخبار الجميلة نادر، وهذه الخطوة أو خلينا أقول المرحلة الثالثة من تنظيم حركة النقل العام. شفنا سابقا تنظيم حركة سيارات الأجرة وتنظيم حركة النقل العام المخصص، والآن الشاحنات والحافلات، وبإذن الله يعني ما نشوف في تهاون بعد هذا القرار من قبل سائقي الحافلات والشاحنات. بالضبط ريم، وهالشيء هذا دائما ترى يسعى إلى رفع خلينا نقول السلامة المرورية في شوارعنا، وأيضا جودة الطرق وأيضا جودة الشحن والشاحنات بشكل عام، وهذه أيضا تستند على الاستراتيجية التي أكيد هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى أيضا لنقل قطاع النقل العام في المملكة إلى ما هو أجمل وأكفأ بإذن الله. وأكيد ننتقل معكم إلى ثاني أخبارنا لليوم، ويمكن من الأمور اللي كثير من الأشخاص بيعانوا منها وهو القولون العصبي، حيث أوضح المجلس الصحي السعودي أنه لتجنب أعراض القولون العصبي يجب الحرص على زيارة الطبيب لمعرفة مهيجاته. وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن متلازمة القولون العصبي هي حالة صحية مزمنة وشائعة تصيب الأمعاء الغليظة القولون وتسبب تقلصات وانتفاخ في البطن، بالإضافة إلى تغير في نمط حركة التجويف المعوي اللي ممكن يأثر على أي شخص وفي أي عمر، كما تختلف أعراضها بين المصابين بهم وتصنف ضمن اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية لأنها تسبب هذا الخلل في نمط حركة التجويف المعوي دون سبب أو أثر واضح لوجودها. أكيد ريم، هذا كله في جهة، والجهة الأصعب صراحة أنه النسبة العظمى شملت على البالغين، يعني تتكلم عن 24% على مستوى البالغين، يعني لسه على قولتهم ما خاضوا غمار الحياة
ما شافوا شيء من ضغوطات الحياة، أو ممكن هالشيء هذا يعزى دائما للوجبات السريعة، المقليات، البهارات، خلينا نقول الأكل العشوائي اللي كل ما في طريقة كله، ونتيجة هي تسبب أكيد القولون. فأكيد ريم أنه كل واحد مننا عنده مثيرات للقولون، بس في ناس مننا يتعايشون معاه، يبعد عن ما يزعجه، أو حتى يبعدون عن بعض المأكولات اللي تسبب مشاكل. المشكلة مو بس هنا نادر، أن أحد الأسباب هي التوتر، ممكن العصبية. يعني لاحظت كثير من الأشخاص بيقولك أنا مريت بفترة كنت جدا متوتر فيها وبعدها صار عندي القولون العصبي، وهي حالة يعني صحية مزمنة. فكيف ممكن الواحد يتعامل مع هذه الضغوطات وهذا التوتر بحيث أنه ما يخليه يأثر على نفسيته، وبالتالي ممكن تأثر على صحته كمان؟ بالضبط، اللي هو في قولون عصبي وقولون هضمي، هم الاثنين مرتبطين بعض بالنهاية. أيوة، هم على قولتهم أخوان وعيال عم، ودائما غثيثين على صحتنا، عشان كذا لازم نسايرهم ونفاوضهم يعني بالأكل الزين، نبتعد عن الشيء ضايقنا أو حتى ما ضايق الناس اللي حولنا. بالأخير نتمنى السلامة للجميع. أيضا مستمرين في أخبارنا وننتقل معكم، حيث انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقيمة أمريكية تتساءل عن سبب إبقاء السعوديين الأكياس البلاستيكية على مقاعد السيارة. وقالت المقيمة بأنها تأثرت بهذا الأمر وأصبحت تقوم بنفس الأمر دون معرفة الأسباب. نتابع. Why do you leave your plastic on the seats? Because you've influenced me and I do it now too, because I'm pretty much a local. So, but I'd love to know why. صراحة يعني راح أوجه السؤال لك يا نادر، يمكن أنت تعرف السبب. أنا بالعشرين الثانية هذه رسالتها السؤال والآن رمتها علي، أنا بجاوب بس نتحدث. لأنه ما عندي فكرة الصراحة، يعني فعلا أشوف ناس، يعني مع أنه مو كثير أتوقع، لكن أشوف ناس يتركوا الأكياس لدرجة أنه قلت يمكن في البداية بيحسوا أن السيارة جديدة لأطول فترة ممكنة، بعدين السيارة تقدم والأكياس لسه موجودة، إيش السبب؟ طيب هذا أحد الحلول، إنه الآن لما يشتري السيارة يبغى يخليها أطول وقت إن الأكياس تكون متواجدة عليها. وبرضه في حاجة ثانية ريم، متلازمة ريحة الوكالة. في ناس الريحة تروح والريحة البلاستيك لسه قاعدة. لا، هم يسعون الأشياء. وعلى فكرة ترى حتى مش بس أكياس الوكالة، حتى ريحة الوكالة صارت تباع وتشترى. من جد؟ بالضبط. أنا أتذكر كيف يعني ريحة الوكالة تباع؟ في ريحة معينة، ريحة السيارة إذا كانت في الوكالة منتج من أحد المحلات المتخصصة في بيع، يعني اللي بيحس بريحة الوكالة ترى موجود فعلا، أنا ما أسوق، بس هو على أساس في ناس عندهم هوس السيارات الجديدة. ريم بقول لك موقف على الطاير صار لي قبل ممكن كم سنة، أحد الأصدقاء كان اشترى سيارة جديدة وكانت كلها أكياس من إلى، ركبت معه وليتني ما ركبت، كانت المراية اللي قدام فيها لصق، أنا أبغى أشوف، أبغى أكشخ شماغي وأبعدل عقالي، سحبت الكيس بدون ما أدري ويهوشني، ما في كلمة ما قالها لي، وقف على جنب ونزلني، قزرتها بتاكسي. هذا كان درس لك يا نادر، ما عدت أشيل شيء أبدا. ماخذين الموضوع بجدية يعني صراحة، شيء مهم ترى عند الشباب. غريب يعني السيارة تقدم والأكياس لسه موجودة. لكن عموما خلينا ننتقل معاكم إلى خبر آخر، حيث ابتكر باحثون يابانيون أداة جديدة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين اللي يحتمل أنهم سيغادرون عملهم من خلال الاستقالة منه، وتحلل هذه الأداة بيانات الموظفين بدءا من معدل حضورهم إلى العمل وصولا إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم. كما ستكون الأداة قادرة أيضا على تحليل بيانات تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة. مصيبة والله، هنا أقول مصيبة، البروفيسور مصيبة. هذا مو بصاحي، لأنهم حيفصلوه من قبل لا يستقيل. بالضبط. لا، إذا حس أنه راح يستقيل راح يفصلوه قبل لا يستقيل. هو البروفيسور طبعا سواه، هو أكيد أنه في جامعة طوكيو سيتي سوى هالدراسة هذه. ليش؟ يقول لك علشان أنت كصاحب شركة لما تشوف موظفك يبغى يستقيل تستبق الموضوع وتحل مشاكل عشان ما يمشي. لو كان هذا الهدف بالعكس فكرة هذا حلوة، واحد صراحة من الأهداف. لو كان هذا الهدف فكرة ممكن يعني الشركة تحاول تلاقي حل كيف ممكن ما تخلي هذا الموظف يستقيل، أو أنها ممكن من بدري تبدأ تدور بديل. بس لو استغلوا الموضوع بطريقة خاطئة هنا مشكلة. هو لا، والآن بيستخدمون ترى على الطلاب في جامعة طوكيو، بيشوفون الطلاب اللي بيتركون دراستهم علشان ممكن يحلوا مشاكلهم. ليش ريم؟ لأنه الشركات باليابان من أكثر الشركات في قارة آسيا اللي يصير فيها تسرب وظيفي، لأن هم عندهم نظام تقريبا بشهر أبريل من كل سنة يتم توظيف الخريجين الجدد، بعد 3 شهور يتسرب تقريبا 10%، بعد 3 سنوات يتسرب 30%. فهم عشان يحدون هالمشكلة هذه أتوقع هذا أحد الحلول. حلو، يعني حل يعتبر مناسب. هو نتمنى يكون إيجابي، ما يكون عشان يمشون موظف يقولون له مع السلامة باي باي. بالضبط، هو حسب استخدامهم لهذا الحل أكيد. طيب
نرجع الآن لخبر آخر وخبر محلي، حيث نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيراً من غسل الدجاج الني، حيث يساهم في نشر البكتيريا على سطح المطبخ. وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي عبر منصة إكس بأنه من الأفضل طبخ الدجاج دون غسل، لأن طبخه جيداً يقتل جميع البكتيريا الموجودة. وأكدت على أهمية غسل وتنظيف جميع الأواني المستخدمة في إعداد الدجاج الني، وكذلك غسل اليدين بالماء الدافي وكذلك الصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، لأن ذلك قد يسهم بإيقاف انتشار البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. هل بتغسل الدجاج يا نادر ولا لا؟ هل بطبخ الدجاج في البداية ولا لا؟ أنا باكل الدجاج بس. حلو السؤال. لكن فعلا بتشغل. هذا من الأخطاء اللي يعني ممكن تكون شائعة بين الناس، يمكن مو من ناحية أن الأشخاص يعني ممكن يخافوا أن الدجاج ما يكون صحي لو ما غسلوا، بعض الأشخاص بيكون عندهم OCD فأي شيء لازم يغسله. فعلا في الوسوسة هذه موجودة في كل مكان، لكن هو أنا أعتقد أنه الهدف الرئيسي أنه حتى الأشياء المجاورة، الصحون، الأماكن تغسل فيها ترى لازم تكون نظيفة، يعني مش بس بعضهم ترى ما يغسل يده، يعني هذه مشكلة ثانية. لازم بعد كل خطوة في المطبخ يغسل يدهم، خصوصا لما يمسكوا الخضار وهي يعني طبعا غير نظيفة، أو الدجاج أو اللحم أو غيره. لكن بالنهاية ترى طبخ الدجاج أكيد أنه أنا كم مرة ما راح يكون فيه بكتيريا. بالضبط، أنا كم مرة تعشيت بالاستراحة عند الشباب على طول، من يجي من السيارة يمسك الدجاجة يقعد يفعصها ويطبخها لنا ونأكلها بالهنا والشفا. بالعافية. عشان كذا لازم ننتبه يا جماعة الخير، بعض الأشياء هي أساسية، بعض الأشياء تقينا من بعض الأمراض أو حتى التسمم أو حتى بعض البكتيريا الضارة لأجسامنا. صحيح. وأيضا خلينا ننتقل معاكم إلى جدة، حيث أعلن برنامج جدة التاريخية نتائج التنقيبات الأثرية في جدة التاريخية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الآثار، إذ كشفت أحدث التنقيبات الأثرية بقايا خندق دفاعي وسور تحصين كان يطوق المدينة فيما مضى، حيث يقع في الجزء الشمالي من جدة التاريخية شرقي ميدان الكدوة وبالقرب من ميدان البيعة، ويعود تاريخهم إلى عدة قرون. وأيضا بينت التحاليل المخبرية إلى أن الخندق والسور المكتشفين حديثا يعودان إلى مرحلة لاحقة من نظام التحصين، حيث من المرجح أنهم شيدا في القرن 12 و13 الهجري، القرنين 18 و19 الميلادي. أكيد ريم جدة التاريخية يوم عن يوم في اكتشافات، في أشياء تعود بالزمن لآلاف السنين، يدلك أنه جدة كانت تربط أكيد خلينا نقول القارات ببعضها، حيث التجارة أو حتى حركة الحجاج. فإحنا قاعدين نشوف الآن بعض الأثار وبعض المواقع الأثرية اللي قاعد ترجعنا لآلاف السنين، هذا بمعنى المملكة العربية السعودية حاضر وماضي منذ آلاف السنين يتجسد بما نراه الآن على أرض الواقع. صحيح. وأيضا خلال هذه التنقيبات الأثرية تم العثور على بعض القطع أيضا الأثرية اللي ممكن أنها بتعود لسنين سابقة، فأكيد هذا من الأشياء الجميلة اللي بيخلينا نحافظ على تراث المدينة والمدن. بالضبط ريم. طيب سؤال، كم ساعة تنامين بالليلة أو باليوم؟ ست ساعات. ست ساعات؟ ست ساعات. حلوة ست ساعات. طيب أجل اسمي الخبر التالي، يقول لك أطباء قالوا أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً يمكن أن يكون له تأثير مفاجئ في الصحة، حيث يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي إذا لم يتم علاجه على الفور يمكن أن يتسبب مضاعفات صحية خطيرة. وأوضح الأطباء أن النوم غير الكافي يتسبب في زيادة الوزن وزيادة الشهية وضعف تنظيم نسبة السكر في الدم، وبالتالي تراكم الدهون في الكبد من ما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، من ما يغير عمل هذا العضو. ست ساعات أجل. ها صراحة نسأل السلامة أكيد للجميع، لكن فرق ساعة. قالوا لك 7 ساعات. فرق ساعة يعني نقصوا ترى على فكرة. المشكلة لما تنام 6 ساعات و5 ساعات وتصحى من النوم يعني شبعان نوم الحمد لله. طيب ممتاز، وين هذا؟ إيه هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير معايا. بالضبط. بس ترى هذا السبب انه ما بنام لمده 7 أو 8 ساعات، ومتاكده يمكن في ناس كثير زيي، في ناس 3 4 ساعات وبيشبعوا نوم وكفايه ويقوم. بالضبط. طيب تدرين انه في الان لو ما تنامين بالليل 3 ساعات افضل من ما تنامين في النهار 20 ساعه. نوم الليل سبحان الله مفيد. نوم النهار يعني صحيح، نوم الليل دائما بيكون مفيد. دائما بيقول لك نادر الاشخاص الناجحين بيناموا 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات يقولوا يلا جل انا ببقى انام 3 ساعات بصير انجح منهم بعد باذن الله. وايضا مشاهدينا، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع لمحترف في مزج
مزج عفوا الصوت للسينما والتلفزيون، يقول فيه أن صوت المطر اللي نسمعه في الأفلام والمسلسلات هو صوت قلي الدجاج. تخيلوا، خلينا نشوف الفيديو. Hi everyone, I'm a professional audio mixer for film and television. I want to share with you a cool tip. Almost every single rain sound in film and TV is actually the sound of frying food. Let's take a listen. It's way easier to record frying chicken than it is to get the microphones wet outside in the rain. The more you know. والله وش سالفة الدجاج معنا هاليومين هذه؟ والله مسوي عمايل الدجاج ناكله ويستفيدون منه بالافلام. فاعتقد ريم انه لما نرجع للافلام اغلب الاصوات احنا قاعدين نشوفها احيانا الطبيعه ما تخدم القائمين على الفيلم انه يطلعونها بصوت مطر او صوت امواج او حتى صوت خيول وركض. ففي مؤثرات وفي خدع جميله قاعدين نشوفها، هذه ممكن احد الخدع اللي احنا قاعدين نعيشها بالافلام. شوف صراحه ما اعرف بالنسبه للافلام والسينما، لكن فعلا انا سمعت هذه المعلومه ان غالبا صوت المطر اللي بنبحث عنه في اليوتيوب عشان نسترخي عليه هو بيكون صوت قلي الدجاج. لكن نفسي اعرف مين اللي جات في راسه الفكره. لحظه، كنا ننام على صوت دجاج، كنا ننام على صوت قلي الدجاج. تخيل، والله ما دريت. لو صحيت، لو دريت صحيت واكلت ورجعت نمت خلاص. اي والله ما احتاج الصوت ابدا. لكن فعلا مين اللي جات في باله الفكره؟ هو في الافكار اكيد، انه انا اعتقد يقول لك الشخص اللي اخترع الاصوات هذه هو اسمه فولا، يعني باعوام قديمه، فصارت الاصوات هذه تنسب له، لان ما كانت عندهم مؤثرات او حتى خدع صوتيه بذاك الوقت او حتى ادوات موسيقيه، فعشان كذا قعدوا يخترعون. وبرضه في اصوات صوتيه من صوت الانسان يطلعونها برضه، اللي ممكن تكون صوت الخيل، ممكن يكون صوت انسان بالضبط، وممكن صوت انسان بالضبط. نعم، خدع غريب. اكيد مشاهدينا هذه كانت بعض الاخبار الغريبه واللطيفه، واكيد راح نكمل معكم حلقتنا وراح نبدا معكم باولى مواضيعنا اليوم، لكن فاصل قصير وراجعين. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واكيد البدايه دائما اكيد مع فقرات استديو اس بي سي. يعني اكيد دائما في مجتمعنا ممكن تمر علينا بعض الجمل وبعض العبارات اللي تكون متداوله يعني في اوساط المجتمع. ريم، اكيد مرت عليك يعني في حياتنا الاجتماعيه بعض الجمل وبعض الكلمات اللي ممكن تكون تعجيزيه، وبعضهم او بعض الناس اللي تتفوه فيها ما يحس بمعناها الا بعد ما يقولها. صحيح نادر، يمكن في الكثير من الكلمات او الجمل اللي ممكن تطلع مع الكلام لكن وقعها او اثرها ممكن يكون سيء. بالضبط، عشان كذا في عندنا عده جمل، من ضمنها جمله علي الطلاق ظاهره راح ضحيتها زوجات لا ذنب لهن، وراح ضحيتها اسر سعيده ومستقره لا يعكر صفاء عيشها شيء، ولكن الجهل او اثبات الكرم او لكسب نقاش تحول الى صراع فكان التحدي علي الطلاق، وغيرها الكثير من المواضيع والمواقف التي يرمي بها الرجل يمين الطلاق دون الوعي اطلاقا بان ابغض الحلال عند الله الطلاق. مشاهدينا، سيكون هذا محور حديثنا في هالفقره، وراح نتناول الحديث من الجانب الاجتماعي مع ضيفتنا في الاستديو ريم نايف، وهي المستشاره الاسريه والتربويه. اهلا وسهلا فيك استاذ ريم وحياك الله. اهلا وسهلا، حياكم الله وسعد الله مساكم مساء المتابعين، وشكرا على دعوتكم الكريمه. أتمنى أني أكون إضافة جميلة في هذا البرنامج اليوم. أكيد، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ريم. إحنا قاعدين نشوف الآن المجتمع الآن بذات السوشيال ميديا قاعد يطلع لنا أشياء إحنا ما كنا نشوفها، ممكنها موجودة في السابق ترى على فكرة، بس الآن السوشيال ميديا أصبح منبر فيرصد لنا بعض التجاوزات مثل الجمل هذه علي الطلاق علي بالحرام. خلينا ببداية نجي أثرها، إيش هو أثرها؟ أول شيء كلمة علي الطلاق هي اعتداء على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نعرف أن كلمة الطلاق هي حكم مغلظ عند رب العالمين وربي ما يحبه يعني، لكن أصبح بالفترة الأخيرة متداول هذا اللفظ، ويندرج تحت ثلاث فئات. في منهم من يستخدم هذا اللفظ لإثبات كرمة وإثبات جودة وإثبات أنه راعي فزعات، وفي منهم من يستخدم هذا اللفظ بيئة وتربية ونشأ عليها منذ الصغر، كان يسمعها من الأب من العم من الخال من الجد وحفظها وخلاص وراحت على لسانه، أصبحت زي اللزمة، يقولونها زي اللزمة عادي. والقسم الثالث هو اللي يستخدمها لإثبات سلطته وقوته على الزوجة، لأن هي تعتبر سلطة للزوج
فتعتبر أن الزوجة هي الأضعف، فهو عشان يثبت نفسه ويثبت شخصيته يخوفها بهذا اللفظ مثلا أن علي الطلاق. يعني خلينا نقول استخدام هذه الكلمة، يعني كل الأسباب اللي ذكرتيها تعتبر ممكن سيئة، لكن مثل ما قلنا يمكن أشياء الناس تعودوا عليها، جملة الناس تعودوا أنهم هم يقولوها. لو جينا نتكلم عن وقع الجملة، هل وقع هذه الجملة على الرجل مثل المرأة ولا في فرق؟ لا طبعا وقعها يعني على الرجل مو زي على المرأة، هي تقع على المرأة أساسا. يعني هي من الرجل تقع على المرأة، فالمرأة هي الأضعف. لكن هل ممكن يتأثر فيها الرجل يعني لما يقول الكلمة وبعد ما يقول هذه الجملة ممكن الشخص يستوعب؟ هو يغلط في لما يقول هذه الجملة. مثلا زي ما قلنا أول شيء أنها تعتبر زي اللزمة، خلاص يعني حفظها صارت على لسانه، مرات ما يكون يقصدها لكن مثلا أنه يبغاها تسوي شيء أو يأمرها بشيء فيسبقها بلفظ علي الطلاق، مثلا ان ما تطلعين، علي الطلاق ان ما تروحين، علي الطلاق ان هذا ما يتم، فهي اصبحت زي اللزمه. طبعا تاثيرها على الزوجه كبير جدا، لان الزواج والزوج استقرار وامان اسري، لما ارهن استقراري واماني الاسري بلفظ علي الطلاق كل ما قام وقعد بالضبط. طبيعي ان تتزعزع الاسره ويتزعزع الامان الاسري. هذا الجانب انا اعتقد انه يهون لما يكون يعني مباشر بين الزوج وزوجته، لكن المشكله لما أدخل مطعم وأشوف لي اثنين يعني ذبحهم الكرم ويقعد يرمي الطلاق علي الطلاق على حساب واحدة مسكينة جالسة في البيت مقابلتني عياله وتدرسهم وحالتها حالة، ويقعد يرمي الطلاق علشان نص دجاجة، هذا يندرج ممكن أستاذ ريم تحت الهياط؟ أي طبعاً طبعاً يندرج تحت الهياط، وأنا قلت لك إن في البداية في بعض من يستخدمه لإثبات كرمه إن أنا على حساب المسكينة. أيوة على حساب الزوجة، فأصبح إنه يثبت كرمه. يعني استقرارك الأسري وأمانك الأسري يعني على كف عفريت على ما يقولون، عشان تقول أنا كريم تحت فنجان قهوة، علي الطلاق إلا تتقهوى عندي، علي الطلاق إن عشاك عندي اليوم أو غداك عندي اليوم، علي الطلاق إن ما يسوي الموضوع هذا لك ويخلص لك إلا أنا، يعني أصبح يرهن استقراره وأمان الأسري بكلمة علي الطلاق. المشكلة الواحد بيكون بيسوي شيء إيجابي، لكن للأسف أن استخدام هذه الكلمة في هذا الموقف ممكن يكون شيء سيء. بالنسبة للرجال اللي دائما بيكرروا هذه الكلمة، والمرأة دائما لما بتسمع مثلا زوجها بيكرر هذه الكلمة سواء في مجالس الرجال أو حتى معها مثل ما ذكرنا، هل ممكن يسبب شعور بعدم الأمان عند الزوجة؟ طبعا هو يشتت الأسرة بأكملها. أنا أقول لك يعني من البداية قلت إنه هو تزعزع لاستقرار الأسرة وأمن الأسرة إنه يرهنها بلفظ ما يعني مرات ما يدري الواحد هل هو وقع أو لم يقع. مرات علي الطلاق إنه مثلا فنجان القهوة عندي اليوم ما شرب فنجان القهوة، زميلة مرتبط مثلا في موعد في شغل مرتبط مع أحد ثاني متواعد معه، فما يقدر إنه يجلس معاه يتقهوى. طيب لفظ علي الطلاق هل وقع أو لم يقع؟ هذه ترى فيها لازم إفتاء. بالضبط. لازم يتكلمون فيها مع دار الإفتاء أن يتصلون عليهم ويعطون ويسألون المشايخ اللي يفتون في هذا الموضوع هل وقع الطلاق أو لم يقع. بعضهم أصبح سبحان الله يعني حتى أغلب الرجال الآن أصبح يستنقص من الرجل اللي يكرر لفظ علي الطلاق علي الطلاق، فأصبح يعني كأنه عديم الهيبة أو عديم الشخصية أو أن كثرة تردد هذا اللفظ. خلي نقول هذه ممكن أستاذ ريم يكون عدم ثقة من الأشخاص، إنه ما عنده ثقة. يا أخي الطرق كثيرة، طرق الإقناع كثيرة، المحبة بينك وبين الشخص أو التقدير بينك وبينه هي في بالغرض، فأنا أعتقد هذا إنه نقص للثقة بين بالمجتمع بالناس عند الناس. طيب إحنا لو جينا حتى من ناحية دينية، ولا تطع كل حلاف مهين، يعني هذا يمشي ويحلف ويحلف على حساب استقرار زوجته واستقرار عياله ومجتمعه، وبالتالي كثرة نسب الطلاق بسبب التهاون. الشيء هذا ترسبات أو تراكمات مجتمعية أو هي عقدة نقص يعاني منها الشخص بنفسه؟ هي الاثنين، هي تعتبر الاثنين، تعتبر عقدة نقص وتعتبر مكتسبة من المجتمع اللي هو فيه. أنا قلت قبل في البداية قلت إنه قد يكون الأب الجد العم الخال يستخدمون هذا اللفظ دائما، ويعني ونسمعها منهم يعني حتى على بس في أطفال يقولونها، ترى في أطفال يقولونها، في أطفال يقول في مراهقين يقولونها. أنا شايفهم والله، أنا أعطي دورات للمراهقين يرددون أسمعهم يقولون البعض علي الطلاق إني أنا أدفع عنك، علي الطلاق إني أدفع الله يقويك تيجي معانا خليه يجي أدفع عنك. فهذا أما منشأ أسري أو إنها عدم ثقة بالنفس، فيستخدم صحيح السلطة بلفظ الطلاق حتى يثبت نفسه ويثبت رجولته
على الزوج. المشكلة اللي ما بيسمعها من أهله أحيانا بيسمعها من السوشيال ميديا، الناس ما تعي أثر الكلمة اللي بتقولها أمام المجتمع وتحديدا في السوشيال ميديا. لو جينا نتكلم الزوجة اللي ممكن زوجها بيستخدم يمين الطلاق في كل خلاف يمر فيه، كيف ممكن تتعامل معه؟ طبعا يعني كمستشارة تمر علينا كثير من الاستشارات هذه، إن زوجي يردد لفظ الطلاق أو يهددها بالطلاق دائما. وهذه سلطة زي ما قلت لكم، هي عدم ثقة بالنفس وعدم ثقة في رجولته أو شخصيته إنه يهددها بهذا اللفظ. أول شيء يعني لازم يوضع حد بين الزوجين، إنهم يجلسون يتفقون إن اللفظ هذا لا يتكرر. إذا في حال تكرر لازم يتدخل أحد من الأسرة، يا من أسرة الزوج أو من أسرة الزوجة. وضع حد، يعني الزوجة تنام وتصحى ما تدري متى في أي لحظة ممكن تشيل أغراضها وترجع بيت أهلها مطلقة بسبب عزومة ولا بسبب دعوة ولا بسبب شيء هو لا يرغب فيه مثلا، فهددها بهذا اللفظ. لم يحصل ما هدد عليه فوقع، احتمال انه وقع. يعني انا قلت لكم انه يعني فيها اختلافات شرعيه، لكن لو كان بين الزوج وزوجته، يعني مثلا لو كان بيقول لها لو علي الطلاق لو طلعتي، يعني في اشياء بتمر بينهم هم الاثنين، خلافات بتمر بينهم هم الاثنين، كيف ممكن الزوجه تتصرف؟ مرت علي كثير من هذه الحالات، ان بعضهم سبحان الله يعني خلاص يمسك في علي الطلاق ما تطلعين من البيت، خلاص يمسك فيها فما تطلع من البيت، وبعضهم يندم خلال نص ساعه او ساعه. هذه مشكلة ثانية. كويس إنه في وعي على حتى يندم لو بعد. إن ليش قال إن ما تطلعين، يعني ما له داعي إن منعها. فيجي يعتذر، لا الاعتذار مو كافي إنك تعتذر من هذا اللفظ، يعني هذا لفظ مو بسيط إنك تقول علشان تعتذر عليه، هو مو زي أي مشكلة ثانية تمر ويمر فيها الزوجين. أنت عارفة أستاذ ريم وبرضو ريم إن المشكلة وين؟ أنا اكتشفت عندي ريمين في الاستديو. إيه الله يستر عليكم ويحفظكم ويخليكم لأهلكم إن شاء الله. أستاذ ريم الآن أنت عارفة يعني وكيد إنه الجميع مدرك إنه المتضرر من كلمة علي الطلاق ثلاثة أشخاص: الزوج انفصلت، الزوج خسر أسرته واستقراره، الطرف الثالث المحلوف عليه قد تكون عنده ارتباطات وظروف ومواعيد وخسرها بسبب هياط واحد. أنا الآن أبي دورك أنت كمستشارة أسرية وأيضا تربوية توجهين كلمات كيف ممكن إحنا نقدر نحصل أنفسنا وألسنتنا من هذه الألفاظ اللي فعلا تسبب مشاكل لبيوتنا. طبعا نصيحتي أنا واللي يعني من المشاكل اللي مرت علي، أني دائما أوجه نصيحة واحدة، أن لا ترهن أسرتك ولا ترهن استقرار أسرتك وأمان بيتك. يعني الزوج يعتبر السند، يعتبر الظهر، يعتبر القوة، يعتبر الأمن والأمان للأسرة. فلما يرهنها في كلمة أنا أعتبرها من الجاهلية، كثرة ترديدها وكثرة أسلوبها أنا أعتبرها من الجاهلية. فأتمنى أن هذا اللفظ لا يستخدم نهائيا، أتمنى أن يندثر. استبدلوها بأي لفظ آخر، استبدلها بأي كلام آخر، استبدلها بالإقناع على ضيفك، استبدلها بالإقناع زوجتك مثلا إذا ما ترغب بشيء أو أن ما تبيها تسوي. لا تستخدم لفظ الطلاق نهائيا، لأنك قد تشتت أسرة بأكملها بسبب لفظ واحد ما تدري إيش نهايته وآخرته. صحيح. وأيضاً أستاذ ريم، يمكن بعض الأشخاص يعني بيكون عندهم مبررات لهذه الكلمة، بيقولك مثلاً من غلات زوجتي أنا بحلف بالطلاق مثلاً، هل معقول يكون في مثل هذه المبررات؟ هو يحسب أن من غلات الزوجة أنه يحلف بالطلاق، لكن هذا يعتبر رخص للزوجة. لما ترخص زوجتك على فنجان قهوة، ولا ترخص زوجتك على وجبة غداء، ولا ترخص زوجتك على واجب تسويه مع زميلك، هذا تغليها ولا انك مرخصها؟ يعني هذا يعتبر انك استخدمت اسهل الاشياء بالنسبه لك. صحيح. اكيد مثل ما ذكرتي هذا بيأثر على الزوجه بالنهايه بشكل سلبي، بيكون في عدم امان، بيكون في عدم استقرار في الاسره وفي المنزل. اكيد يعطيك الف عافيه المستشاره الاسريه والتربويه الاستاذه ريم نايف، شكرا جزيلا لك. الله يسعدكم ويعطيكم العافيه، وشاكره لكم استضافتكم، واتمنى ان وعينا شوي بالناحية هذا الموضوع، بإذن الله نشوف في وعي أكبر في بإذن المجتمع بإذن الله، بإذن نكون يعني قدرنا نقدم يعني بعض التوجيهات وبعض الأشياء، لأنه أحيانا تكون على كف عفرية أحدهم يضع استقرار أسرته وأطفاله وعائلته علشان نص دجاجة أو علشان كرم مزعوم. عشان كذا نحاول يا جماعة الخير نبعد عن الأحلاف اللي أيضا نستهين بأحلافنا، وبرضو نقدر بعضنا البعض علشان حياة أسرية كريمة ومجتمع أيضا مستقر. مشاهدي الكرام، ننتقل معكم إلى تقريرنا القادم، حيث اختتم المهرجان السينمائي الخليجي الذي يقيم في الرياض على مدى 5 أيام، وشهد حضور أسماء فنية وسينمائية بارزة على مستوى الخليج، حيث تم تتويج الفائزين
الفائزين بجوائز المهرجان في الحفل الختامي. المزيد في هذا التقرير خلونا نتابعه. اليوم وبعد 5 أيام من أيام المهرجان السينمائي الخليجي في الرياض اللي تنظمه هيئة الأفلام، اليوم يوم التتويج، يوم الفائزين بجوائز هذه النسخة. خلونا نشوف. ومعي الإعلامي الأستاذ علي العلياني، اليوم حضورك للمهرجان السينمائي الخليجي كيف تشوف؟ والله أول شيء تنظيم رائع والناس متفاعلة، واليوم بنشوف النتائج. لجنة التحكيم يعني مخاضرمة ما بين شباب وما بين ناس في السينما الخليجية منذ وقت طويل. حلو المجايلة بين الأجيال، تلاقح الأفكار. هو يصير كل سنتين وبيكون في المملكة دائما، لكن أنا لو أتمنى أنه يكون كل سنة عساس يكون في تحفيز للإنتاج أكثر. رائعين، مبسوط أن القائمين عليه شبابنا وبناتنا اللي من أهل الخبرة، وأيضا من الناس اللي عندهم الشغف يكونون في هذا الحقل تحديدا. بشكل عام أستاذ علي، كيف تشوف الإنتاج السينمائي الخليجي؟ ممتاز، في تحسن كبير، في جودة أكثر من زمان. طبعا هذا بالنسبة لنا في السعودية يعود لدور هيئة الأفلام ووزارة الثقافة في الدعم. الحقيقة دعم كبير، فما لهم عذر، إن شاء الله الأيام الجاية أحسن. المقدمة للحفل اليوم سهى الوعل، نورتي، يعطيك العافية على هذا التقديم الجميل. مشاعرك في إعلان الفائزين وحفل الختام؟ يعني صراحة سعيدة جدا، وشفت كيف التفاعل مع إعلان الأسماء الفائزة، كلها صراحة جوائز مستحقة. اللجنة بذلت مجهود مرة كبير، نحن شفناها، يعني كنا نشوف كيف يعني طول الوقت أشياء كثير فاتتهم في المهرجان، بس لأنه حاضرين الأفلام، في أفلام طلبوا يرجعوا يشوفوها مرة ثانية عشان يكون التحكيم جدا دقيق. والحقيقة كل النتائج بدت مرضية، الجمهور كان جدا سعيد بالله. سهانة، تابعتك في حفل الافتتاح واليوم في حفل الختام، إيش يفرق بالنسبة لك؟ يعني الافتتاح كان يمكن مختلف مرة، لأنه لأول مرة أنت تلتقي بالوفود الخليجية من كل مكان. في أيام المهرجان، خلال أيام المهرجان أتعرفنا عليهم أكثر، اقتربنا منهم أكثر، فكان في ألفة أكثر في حفل الختام. بس صراحة الحفلين من أجمل الفعاليات والمناسبات اللي أنا في حياتي الصحفية قدمتها صراحة، من أجمل، قد تكون الأجمل يعني. تذهب جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى فيلم هجاء للمخرج أبو بكر جوهر. ومعي هنا الأستاذ ماجد سمان، مدير السينما في مركز إثراء ومنتج فيلم هجان الفائز بثلاث جوائز، أفضل ممثل وأفضل سينماتوغرافي وأفضل فيلم طويل. ما شاء الله تبارك، ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، يعطيك العافية، الله يخليكم. يعني كنت أقول للشباب أنه صراحة الواحد كان متوقع ممكن جائزة، بالكثير جائزتين، لكن لما جات الجائزة الأخيرة هذه اللي احنا أنا ارتعبت فيها وما قدرت أطلع صراحة، بس الحمد لله. يعني هذا يدل فيدل على أنه اللجنة والناس اللي شافوا الفيلم كلهم يعني تفاعلوا مع الفيلم ومع الموضوع حق الفيلم، وهو يعني موضوع جدا إنساني وشيء يبين عن ثقافتنا السعودية العربية الخليجية، موضوع الإنسان بالبادية، موضوع الإنسان بالحيوان ألا وهو زي الجمل. فهذه شيء ما حد شافه قبل كذا، والمغزى الأساسي كان للفيلم أنه نوري هذه الأشياء للعالم أجمع، مو بس لنا نحن السعوديين أو الخليجيين. وهذا الشيء الحمد لله نجحنا في توصيله، وإن شاء الله هذه ما هي البداية. ويعني زي ما عودكم إثراء، إحنا الأشياء اللي نسويها دائما أشياء تكون يعني منتجاتنا الأفلام والمسارح يكون أشياء ذو قيمة عالية ولها مغزى، لها معنى، يعني الكبير والصغير يفهمه. أرحب فيك الأستاذ محمود الشيخ، منتج ومخرج فيلم ماي ورد. ها، اليوم جائزتكم لأفضل ممثلة، ألف مبروك الجائزة، حدثنا عنها. ألف مبروك، وأنا حب من قناتكم أن أبارك حق الفنانة القديرة مريم زيمان حصل على هذه الجائزة، وهذا تكريم على ما قدمته من مجهود كبير،
خصوصا هي كانت مش ممثلة فقط في الفيلم، كانت شريكة معنا من أول نسخة انكتبت في السيناريو إلى آخر نسخة اللي هي نسخة التصوير. فأنا حابة أبارك لها وأبارك إلى كل طاقم العمل اللي بذل كل جهده أن الممثلين والقصة تطلع بأفضل صورة، وعشان احنا نستحق هذه الجائزة وجوائز أخرى إن شاء الله. أكيد نشكر زميلنا طلال الأزهري على هذه التغطية المميزة لمهرجان السينمائي الخليجي اللي طبعا كان في الرياض بحضور عدد من رواد السينما الخليجية وعشاق السينما أيضا. أكيد ريمو شاهدنا مؤخرا أيضا توافد الفنانين بشكل كبير في الرياض، يعني أكيد دائما الرياض هي عاصمة الفن والجمال، وأيضا استضفنا في وقت متأخر الفنان الكبير جاسم النبهان اللي كان متواجد وتم تكريمه أيضا بأول أيام المهرجان، وأيضا حاضر عدة ورش وأيضا في دور لجنة التحكيم في عدد من الأفلام. مشاهدينا الكرام احنا أكيد حلقتنا مستمرة اليوم، فاصل وراجعين خليكم قريبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، مكملين ومستمرين معاكم في مواضيع حلقتنا لليوم. وموضوعنا للآن عن الأطفال، وفي الوقت الحالي ممكن الأطفال بيقضوا وقت كثير على الإنترنت ولا يتوفر للآباء دائما الوقت الكافي لمراقبتهم، مما يعني أنه يمكن ترك الأطفال بمفردهم أثناء استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وهذا يعرضهم أكيد لخطر رؤية محتوى غير لائق دون إشراف. لهذا السبب من المهم فهم كيفية تطبيق أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة بجميع أنواعها. للمزيد حول ذلك ينضم معنا بالاستوديو المهندس التقني الأستاذ عامر الخالدي. يا أهلا وسهلا فيك ومنورنا في استوديو سبيتي. الله يسلمك نورا طيب، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون معلومة قيمة بالذات للآباء بإذن الله. أكيد متأكدة جميع الآباء رح يستفيدوا من هذه الفقرة، لكن بالبداية خلينا نعرف الموضوع، إيش نقصد بالرقابة الأبوية على الأجهزة تحديدا؟ إذا سمعيني خلينا نضيف شيء بسيط قبل حكاية الرقابة. فضل. يفترض أن يكون الأب أكثر من الأم في المرحلة هذه أقرب إلى أولاده، بمعنى آخر أعطي له الثقة، فعشان ولدي يجي يقول لي إيش رأيك في الشيء هذا، إذا هو عملته كأب أو كواحد يخاف منه ما هو بجايني. دائما يكون العكس. دائما يكون العكس، أوكي. فعشان كده المفروض الأب يكون أقرب إلى أبنائه كأنهم أصحاب، عشان يقدر الولد يقدر يكون شاف فيه يقول له يبا أنا شفت هذا الشيء، أو لما الأب يسأل ولده أو بنته إيش اللي شايفه يقول له هذا اللي شفته. فالرقابة الأبوية اللي إحنا نقصد فيها إنه ما مدى شفافية الأب برقابة إيش اللي يشوفه أبنائه. جميل. فالمعلومة جدا بسيطة، اليوم ما شاء الله على كل السوشيال ميديا واليوتيوب عندنا أشياء واسعة بحر لا نهاية، فكم من المرات الأب والأم يعرفون أبنائهم يشوفون إيش رأيك لا تتجاوز 5%. 5%؟ اللي يعرفون. للأسف. اللي يعرفون اللي فيه مصارحة بينهم وبين أولادهم. بالضبط. وال50% إيش قاعدين يسوون؟ على البركة الله يسلمك. ليه؟ أسف. ما تعامل مع أبنائه من طفلهم كصديق، عاملهم كأب فقط. لا تسوي رسمي. لا تعمل، اسمع انتبه خاف الله مش... طب ايش رايك يا بابا نلعب مع بعض، شفت البرنامج هذا يا بابا تعال نشوفه مع بعضنا. هذا قصدي، تكون اقرب المسافه. اليوم الجيل ترى اختلف عن جيلنا، عن جيلكم عن جيلنا، فاليوم الجيل الحالي يبغى انك تكون مخاوي، تكون صديق معاه. بالضبط، ما تكون امر ناهي فقط. صحيح. طيب مهندس، احنا الان يعني لو تكلمنا هذا بالنسبه للمصارحه بين الأب والأم، هذا إذا كانوا على قدر من خلينا نقول يعني الوعي. إذا كانوا وعي، طيب النسبة الكبيرة 50% هذه تراها كبيرة جدا، يعني تتكلم مثلا 10 مليون طفل، لو 5 مليون منهم كانت تحكمهم بأنفسهم تحكم ذاتي، إيش ممكن حيصير؟ إيش هي الأخطار المترتبة على عدم المراقبة الأبوية للأطفال؟ متى آخر مرة دخلت أي مول وأي مطعم حصلت الأبناء ماسكين تابلت والأم جالسة مع أخواتها؟ يكثرها يكثرها. بالضبط. طيب السبب ايش؟ ايش؟ ما في وعي. الاولياء الامور الجيل هذا بالذات العشرينات الثلاثينات ما هو قادر يكون مع انشغال بالحياه ويؤسس حاله ينتبه لعياله. طب انتم انتبهتم اولادكم ايش اللي جالسين يفتحونه؟ الجانب السلبي للاسف اليوم صار في رسائل غير مباشره مبطنه للاطفال. تبغى تبني جيل تبنيه على الصح.
مضبوط ولا لا؟ فهو جالس يبز لك الحين يطلع افلام مسجات بينها. يعني احنا في الاول تذكرون افلام المجلات الخطا انا اذكر الاسماء ريتد اكس، الحين صارت موجوده زي السلام عليكم. اخوك ولا اختك الصغيره متى اخر مره شفتني يشوفونه؟ ما حد يعرف. مؤشر خطير والله. فحتى اليوم صارت على التيك توك نفس الموضوع، الدعايات تطلع لبث رساله معينه للجيل. صحيح. فانت مره واحده بس افتح الفيلم اليوتيوب ولا التيك توك او اي سوشيال ميديا بيجيك نفس الموضوع تكرارا. فهي غلطه واحده مره واحده، لو الصغار دولي ما كان في رقابه من اولياء الامور راحت. صحيح. كل ما فتح السوشيال ميديا تطلع له. فحنا هذا الخوف اللي عليه، عشان كذا نقول دائما لازم الاب اكثر، لانه الاب هو القائد في اسرته يكون اقرب لعياله. المشكله استاذ عامر ممكن يكون في بعض الاباء اللي مو مره بيفهموا السوشيال ميديا، هذا مصيبه مو بسبب عدم اهتمامهم ممكن. او أيوه، يعني عدم انهم هم بيراقبوا الاطفال، لا، لكن بسبب انهم مو فاهمين ممكن السوشيال ميديا. اختي العزيزه، او الاجهزه بشكل عام والتكنولوجيا. عيالي اله الكترونيه تقنيه حديثه تابلس او جوال، يجب علي تقف نفسي قبل لا اعطي ولدي ولا بنتي هذا السلاح. انا اعتبره سلاح، السلاح ذو حدين، صحيح، يستخدمه صح ويستخدمه خطا، لكن انا ما ادري الماده اللي بتجينه ايش هي. لكن لما اكون انا مثقف نفسي كاب كام على ايش اللي بيعطيه له هو وكيف اتعامل معه. نمسك اليوتيوب على سبيل المثال، انت عارف انه في عندي سبسكريبشن وفي عندك مجاني، لو سويت المجاني جبت العيد انت بعيالك، فسوي اشتراك في باقه عائليه اسمها باقة العائلة، خمسة أشخاص، خمسة يونتس ديفايدرز. حلو. أسوي لك اشتراك خمسة أجهزة بضغط العائلة، أعطي ولدي وبنتي وولد وبنتي وأنا وزوجتي. الفكرة منها إيش؟ أنا من جهازي نفسه أشوف عيالي جالسين يشوفون. أقدر أدخل على الهيستوري وأشوفهم إيش تابعوا أو إيش قاعدين. غير ممسك جهازه. حلو. لأنه هو خلاص صار أي بي أدرس واحد، اشتراكنا إحنا الخمسة. ممتاز. فكأب دخلت على جهازك وشفت إيش الهيستوري شفته. هذا على مستوى، معلش مهندس عامر، هذا مستوى منصه واحده مثل يوتيوب ممكن يكون نقدر نسيطر عليها. في منصات اخرى، حتى اتذكر بسبتمبر السنه الماضيه هيئه الاعلام الاول المسموع فعلت خاصيه الرقابه الابويه في المنصات. صحيح. مثل تفعيل هالشيء هذا من قبل هيئه الاعلام المرئي والمسموع، قديش فعلا ممكن يقينا ويقلل ويقنن من التجاوزات اللي ممكن تصل الى بيوتنا وتقع بايدي اطفالنا؟ هو الحق قال، يعني الله يجزيهم الخير على الجهد، ممكن، بس الواقع انت يومين عندك تحدي. انت تذكر لما كنا في الزمانات الكاف كنا نسوي بلوكس لمواقع معينه الكترونيه، لما قلنا ما نقدر نحاربهم بقدر ما نسوي ثقافه عكسيه. انا ما اقدر اقول لك لا تسوي لا تعمل، بسوي بلوك عليك. ليه؟ لانه في باك وولز، في باك فايرز في تقنيه المعلومات. فالحل الصحيح مو اني اسوي بلوك. تذكر يوم هاجمونا احدى المواقع الالكترونيه على السعوديه، ايش صار؟ ما قطعناهم، حاربناهم بالعلم، حاربناهم بالمعرفة، الحجة، بالتوجه. ترى إعلاميا حنا 1 2 3 4، أجيالنا 1 2 3 4، رديت عليهم بأسلوبهم وليس قطعتهم. أنا ما قطعك ضعف مني، فأنت غلطتي. لو قفلت عليك الباب حبستك، بس غلط، أنا سويت حرب بيني وبينك. لكن أجي أقول لك إيش رأيك لو نسوي كذا، تعال نطلع برا أخذ كوفي نسوي كذا، إيش هواياتك، إيش اللي تحبين، إيش اللي ما تحبه، يعني احتضن الموضوع وليس نقاطعه. انك تقاطع ابنائك، الجيل هذا ترى ما شاء الله ذكي بشكل فوق الخيالي، يعني انا ابو 7 سنوات اذكى منكم وانتم اذكى مننا وحنا اذكى من ابائنا. تتغير التقنيه وهذا لازم نعترف به، ما هو شيء عيب. ان اعتراف بالمشكله هو الصح. انا عندي مشكله، اي عندي مشكله، كيف احلها؟ هو الحل الاعتراف بالمشكله بالضبط، كيف اواجهها واحلها. مو اواجهها اقول لا خلاص مقفول الباب، ممنوع. الممنوع للجيل هذا ما في شيء ممنوع. قفلت الباب انقز من الشباك، قفلت الشباك انقز من السطح. فلازم تعرف كيف تعالجها. فالحل الواقعي ان يكون قريب من عيالي، اعرف كيف اكسب ثقتهم، انه يجي يقول يابا تعال شوف ايش رايك في الفيلم هذا. تدري كيف؟ انا ما انتظره. ايش رايك بالكرتون هذا؟ طالع فيلم الحين كرتون. انا ممكن اوجهه ايش يتابع بدل ما اراقب هو ايش بيتابع. طيب كيف ممكن الاباء يطبقوا الرقابه الابويه على الاجهزه بمختلف انواعها؟ ايش ممكن تكون في طرق غير اليوتيوب اللي ذكرناها؟ من البلوتوث نفسه في عندك اي بيز تقدر تسوي بلوكس عليها. حلو. اوكي. من البلوتوث بدايه، عقب كذا تقدر تسوي اكونتس. فاهم حاجه انك حاول تكسب ثقه ابنائك. حلو. تسوي اكونت مشترك، هو يوتيوب، هو التيك توك، هو الفيسبوك، بحيث تقدر تخش اكونت، لكن ما تخليه يحس انه كل مره جالس تطبيق كل حاجه فتحها. ممتاز. هاكس عليك او يفتح حساب ثاني بعيد عنك. ف
فأهم حاجة تعطينا الثقة أنه لما تجي تخش حاجة ما تقول والله يا بندر ترى أنت سويت، يا مها ترى أنت غلطت في الموقع هذا، لا تبغى تعرف كيف تكسبينه. هنا اللي سابق وصلها إحنا لازم نثقف الأباء قبل في شفافية لأبناء. مهندس على قصدك أنه تكون أيضا يعني مصارحة وقرب بين الأب وأبنه. أكيد الآن إحنا قاعدين نشوف خلينا نقول في حرب صراحة بالنسبة على مستوى المنصات. صحيح. يعني الآن لما ندخل مثلا أحد المنصات الشهيرة على مستوى العالم ندخل ونشوف فيه مثلا أفلام أو مسلسلات حتى تروج للشذوذ. أن لما طفل يشوفها ويتابعها مع الوقت راح يتأثر. صح. وراح يتغير نمطه، مع العلم أنهم يحطون أعتقد خاصية يقول لك كيدز. لما تدخل تشوف أشياء مودك تشوفها إباحية للأسف بالضبط كمان. هذه فتغير من نمط سلوك الطفل. على عجالة مهندس عامر، إحنا الآن لو مثلا نبغى نحاول نقنن ونحاول نعيش مثلا في بيئة سليمة بعيدة عن حتى عن الإعلانات المنبثقة اللي قاعدة تسحبنا، إحنا وإحنا كبار قاعدة تسحبنا إعلانات. أيوة والله. قاعدين نشوفها. أيوة والله. كيف الآن ممكن توجه رسالة للأباء والأمهات أنه يتقيدون وأنهم يكونون على رقابة، ما أرمي الجهاز على ابني عشان يسكت عني؟ بس زي ما تفضلت أهم حاجة أثقف نفسي كأب وأم قبل أثقف عيالي، قبل أجعل عيالي وضغط عليهم لا تمسك الجهاز، لا تمسك التابلت، لأنه التابلت اليوم صار من تناول الجميع، مبلغها صار جدا بسيط. أنا كأب كأب أسرة كقائد الأسرة أثقف نفسي أنه كيف أتعامل مع التقنية هذه حتى لو معرفها. يعني حتى أنا جدا افتخرني في أحد المرات كنا في السوق أنا وزوجتي وعيالي، حصلت امرأة عمرها يتجاوز 70 جدة والله العظيم ماسكة التابلت وجالسة تسكت مع حفيدتها توريها، اندلع على شيء ثقفت نفسها عشان تكسب حفيدتها. الله. هي الثقافة يا جماعة الخير، ما تقدر في الزمن الحالي انك تقول ممنوع لا تسوي لا تعمل لا تفعل، ما تقدر في الزمن هذا ما تقدر. افضل سلاح لنا اثقف نفسي كولاء امور واعرف كيف اتعامل معها. صحيح. واتمنى لهم كلهم يعني الصحة والسلامة، نتمنى عافية. الصحة والسلامة للجميع، ونتمنى ايضا انه الجميع يتثقف ويكون قريب من عياله وابنائه ايضا بشكل عام. عشان كذا دور كبير على الاب والام في محاربة مثل هذه التوجهات اللي تحارب وايضا تغزو اطفالنا وهم في بيوتهم. احنا اكيد مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا في الاستديو المهندس التقني عامر الخالدي، يعطيك العافية مهندس عامر. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية، ان شاء الله نكون فدنا المجتمع والاولياء المبرد تحديدا بإذن الله. وأتمنى فعلا يكونوا الأباء استفادوا، يعني لازم فعلا الشخص يثقف نفسه بعدين يبدأ طبعا يثقف أبنائه ويحاول أنه هو يزرع الأفكار الجميلة في الطفل. ولا يقول ما عنده وقت. بالضبط. أكيد دائما ما المفروض يعني دائما المفروض يكون في وقت من الأباء لأبنائهم. صح. أكيد ولتعليمهم وتثقيفهم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ومشاهدينا، اختتمت يوم أمس منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب اللي استضافتها العاصمة الرياض على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بمشاركة أكثر من 1700 رياضي ورياضية مثلوا أكثر من 100 دولة، وحقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للشباب الميدالية الذهبية في سلاح السيبر تحت 20 عام عقب فوزه على منتخب رومانيا، فيما حقق منتخب فرنسا للسيدات الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب إيطاليا. زميلتنا أمل السعيد نقلت لنا هذا الحدث في هذا التقرير، خلينا نتابع. الحمد لله نجاح باهر لبطولة العالم للناشئين والشباب. شفنا اليوم العالم كله بيتكلم في السوشيال ميديا في الوسائل الإعلامية عن تنظيم البطولة الأعلى من الستاندر اللي صار صراحة قبل كذا. أول شيء أشكر سمو سيدي على ثقته في أبناء الوطن في تنظيم هذه المحافل الدولية، أشكر سمو وزير الرياضة على دعمه لنا وثقته في جميع الاتحادات ومنسوبين وزارة الرياضة. اليوم احنا قادرين على تنظيم اكبر الرياضات على اعلى مستوى. اشكر فريق عملي في الاتحاد على جهودهم خلال 3 سنوات، هذه البطوله اخذت من 3 سنوات اللي ما شفتوا اليوم احسن تنظيم. طبعا اليوم سلمنا العلم للدوله المستضيفه العام القادم اللي هي الصين. الصين يقولوا صعبتوها علينا، حنكون داعمين لابنائنا اللي شاركوا في هذه البطوله اللي هم حيكونوا ابطال المستقبل، خصوصا ان هذه بطوله ناشئين وشباب. إن شاء الله نشوفهم أبطال آسيويين وأولمبيين بإذن الله، وأتمنى التوفيق لجميع منسوبين الرياضة في المملكة العربية من لاعبين وإداريين.
هذا استمرار للدعم البطولات الكبرى الموجودة. اليوم نستضيف بطولة كبرى المبارزة بتواجد عدد كبير من الرياضيين، عدد كبير من المبارزين والأسرة المبارزة، فهذا كله يضاف للنجاحات اللي قدمها الوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي للمبارزة. كم كان عدد المنتخبات واللاعبين المشاركين؟ اليوم حنا نتكلم عن 106 منتخب، نتكلم عن 1790 لاعب، نتكلم عن الوفود كاملة تمثل 3000 إداري وإدارية وفود كاملة، من الإجراءات من بداية وصولهم إلى المواصلات إلى تواجدهم في البطولة بالجماهير بالأسر اللي حضرت السعودية اليوم للمشاهدة لفعاليات البطولة، حدث عالمي كبير في الرياض. أشكر القائمين من اللجان وأشكر برضو الأعضاء مجلس إدارة في اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة. حدث زي هذا بيلهم الجيل القادم وبرضو يعطي تغطية إعلامية للجيل الحالي. اليوم اللاعبين المبارزة السعودية لهم إنجازات خارجية وإنجازات إقليمية. إحنا اليوم نكمل إن شاء الله، نطلع من هنا رايحين لدورة ألعاب الخليجية للشباب رفقة اللجنة الأولمبية، وبإذن الله يوم 26 و28 فيه تصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، فدعواتكم لنا بالتوفيق إن شاء الله. شكرا أكيد لزميلتنا أمل السعيد اللي فعلا وصلت لنا التقرير اللي أكيد شفنا في بطولة العالم المبارزة للناشئين أو حتى الشباب، وأكيد دائما تعودنا واعتدنا على المملكة أن تستضيف مثل هالمنافسات أو حتى المناسبات الرياضية والبطولات. أكيد مثل هذا الحدث الرياضي اللي أكيد أنه بيضم العديد من محبي هذه الرياضة، وشفنا كيف كان أيضا ويكند حافل بالرياضات وأيضا البطولات. أكيد مشاهدينا نحن مكملين معكم حلقتنا لليوم، راح نتوجه لفاصل قصير، خليكم قريب. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بمن انضم الينا في ساعتنا الثانيه، واكيد مكملين معكم في فقرات استديو اس بي سي. احيانا وانت جالس مع نفسك وانت تسوق وانت بتنام او حتى وانت تاكل او حتى وانت تمشي، واحيانا وانت قاعد تسولف مع واحد في صوت يطلع من داخلك، في تفكير، في انين، في هاجوس، ممكن ناس يسمونه، في ناس يسمونه ايضا وسواس، فاكيد كل واحد منا مر عليه الشيء هذا. ريم، احيانا ما مر عليك الشيء هذا انه تحسين انه في انسان داخلك قاعد يسولف معك؟ انا من الناس اللي دائما اسولف مع نفسي، سواء بصوت عالي ولا مجرد يعني مع نفسك، ولا في احد قاعد يسولف لك؟ مواقف هي نفسك اللي بتسولف. لا، انت عرضتي نفسك اهتمام، هو الصوت الداخلي هو نفسك. طيب احنا عشان نتاكد من لكن الفن كيف تسمع لنفسك، يعني تعطي نفسك وجه بالضبط وتسولف عليها وتسمع منها. طيب احنا عشان ريم نصل للنقاش هذا وناخذ ابعاده، وأكيد دائما في وسط زحام الحياة قد نفقد ذواتنا الحقيقية متعتها، قد ننسى من نكون وما هي أفكارنا ورغباتنا، قد لا نفرق بين الصورة التي يصنعها العالم الخارجي عنا وبين من تكون عليه أنفسنا. في وسط الزحام لابد من أن نجد بوصلتنا في فهم نفسنا الإنسانية. ضيفنا لها اليوم الدكتور فواز كاسب، وهو أخصائي توجيه وإرشاد نفسي، واللي أكيد راح يحدثنا بشكل أوسع عن الصوت الداخلي وأهمية الاستماع له. أهلا وسهلا فيك دكتور وحياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ نادر، وأيضا التحية للأستاذ ريم وللأعزاء المشاهدين المتابعين. حياك الله دكتور. دكتور، احنا دائما ممكن نسمع انه في صوت داخلي، في فكره قاعد نسمعها، في احد قاعد يقول هذا وسواس، في واحد يقول لك لا هذا تفكير بصوت عالي. خلينا في البدايه نعرف الشيء هذا، الصوت الداخلي ايش هو؟ الحقيقه عندما نتحدث من منظور يعني صحي او طبي، بدون شك هي فلسفه معينه، وعلم النفس تطرق لهذا الموضوع، بل سلط الضوء على كثير من ما يصب في هذا الموضوع الذي تحدثت عنه. في المناسبه أشكر لكم صراحة يعني اختياركم لمثل هذه المواضيع الحيوية والمهمة، ولا سيما ونحن في عصر فيه من يعني ما يطلق عليه عصر القلق، نحتاج إلى الثقافة النفسية لتحقيق الصحة النفسية. عودة على هذه الإجابة، علم النفس الحقيقة أخذ بعد كبير جدا واهتم في هذا الجانب، بل أطلق عليه الذات
الذات. وهناك كثيرا من المدارس التي قامت على أسس علمية ولديها من الرواد، المدرسة التحليلية، المدرسة السلوكية، مدرسة المجال، مدرسة الجشطلدية، مدرسة لندن، مدرسة الحديثة لعلم النفس، جعلت هناك يعني بعد آخر وهو الذات لكثيرا من هذه المدارس. والحقيقة عندما نعرف الذات هي 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 حجرة الزاوية للشخصية، وبالتالي لابد أن نفرق هذه المصطلحات لكي يعني يتضح لدينا أكثر ما معنى الذات. طبعا كل إنسان كما تفضلتم لديه أسلوب وطريقة معينة في الاتصال أو التواصل مع ذاته. وما معنى الذات؟ إحنا قلنا هي حجرة الزاوية، هو ما ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى مكوناته وإلى قدراته وإلى أبعاده المعرفية والوجدانية والسلوكية، تلك الصورة التي يتصورها عن نفسه يطلق عليها الذات. طيب إيش الفرق بين الذات والشخصية والهوية؟ الشخصية هو ما يراك الآخرون من خلال هذه الشخصية، الشكل الخارجي. طيب ما هي الهوية؟ هي الهوية هي ما تقدمه أنت للآخرين من خلال السلوك الداخلي والسلوك أيضا الانفعالي. طيب هل الإنسان لديه شخصيتين؟ نعم، الإنسان لديه شخصية خارجية وشخصية يطلق عليها الشخصية الموضوعية، هي اللي تحدثت عنها، أسلوب الطريقة التي يفكر بها. جميل. التي يفكر بها من خلال العمليات التفكيرية. طيب هذه العمليات التفكيرية قائمة على إيش؟ قائمة على الفكر. ما هو الفكر؟ هي حصيلة المعلومات والثقافة والتجارب السابقة التي يستطيع أن يرد خلال هذه المثيرات. طيب ما هي أنواع المثيرات؟ أنواع المثيرات، هناك مثيرات خارجية نلمسها ونشاهدها من خلال وظائف الإدراك، من خلال النظر، من خلال الاستطعام، من خلال الشم، من خلال السمع، من خلال اللمس. هذه المثيرات تبدأ تعمل نوع من الإشارات العصبية للجهاز العصبي للمخ، وبالتالي يكون هنا تفسير هذه الصور وتفسير هذه المواقف بناء يعني على الفكر وما لدي من الفكر. يعني دكتور نقدر نعرف الصوت الداخلي، نعم، بأنها هي الأفكار. أحسنتي. إذن الصوت الداخلي هي مجموعة من الأفكار التي تظهر ويبدأ الإنسان يناقش نفسه ويرد على هذه الأفكار. طب كيف ممكن تأثر هذه الأفكار أو هذا الصوت الداخلي، كيف ممكن يؤثر على تصرفاتنا؟ ليس التأثير هنا نأخذ التأثير سلبي، قد يكون تأثيرا إيجابيا. طيب ما هي محركات الإنسان وسلوك الإنسان وتشكيل سلوك الإنسان؟ طبعا هي الدوافع والغرائز وأيضا الحاجات التي يشبعها الإنسان، سواء حاجات فسيولوجية، حاجات أمنية، حاجات اجتماعية، حاجات ذاتية. عندما تأتي لي مجموعة من المثيرات ويبدأ التفاعل الفكري، كيف أنا أحقق مثل هذه وأشبع هذه الحاجة؟ التفاعل الداخلي، هذا الذي نطلق عليه التواصل الداخلي. طيب هل هناك في فن للتواصل مع الذات؟ نعم، لدينا فن، ويجب أن يكون الرد على هذه الأفكار بناء على أسلوب هذا بالنسبة التواصل مع الأفكار، التواصل الذاتي مع الأفكار. بجي لك فيها دكتور، لكن لعلي استوقفك عند نقطة. إحنا قاعدين نشوف يعني في وقت كثرة فيه، خلينا نقول يعني ملهيات الزمن، السوشيال ميديا، التقنية، الجوالات، ما صار في وقت لأنفسنا نجلس مع ذواتنا. كيف أنا ممكن أجلس مع نفسي عشان أصغي لذاتي وأصغي للصوت اللي داخلي؟ لا، خلينا نفرق أستاذ نادر. السؤال جميل وسؤال محوري بدون شك. نحن الآن في عصر المتغيرات وعصر السرعة، وهذا يحتاج إلى المواكبة ويحتاج إلى أن نتكيف، لا سيما الآن نحن في نعيش في الفضاء السبراني، وهذا أيضا يعقد الموضوع أكثر، لأن للأسف الشديد بدأ الفضاء السبراني يؤثر علينا ويسيطر ويجعل لنا هوية أخرى يطلق عليها الهوية السبرانية غير الهوية الواقعية. بالتالي أنا أعود على موضوع الاتصال الذاتي. لكي يكون لدينا استقرار ونعيش بسلام وهدوء داخلي، وهذا ينعكس على السلوك وعلى تفاعلي مع الآخرين، هناك ثلاث مواضع للاتصال: اتصال مع الله سبحانه وتعالى، اتصال مع ذاتك. إذا تحققت هاتين البعدين أو تحقق هذين البعدين، سوف ينعكس على طبيعة علاقتك مع الجانب الاجتماعي، سوف يكون هناك إطار عام، يكون نوع من التواصل ونوع من التفاعل الإيجابي بما يشبع حاجتك من منظور الإطار الذي تعلمته من خلال الفكر الذي له عدة مصادر، المصادر تعليمية، تربوية، دينية، إعلامية، ولكن يجب أن تعتقد فيها اعتقادا إيجابيا.
ما تعتقد به هو أنت. كيف يجي الاعتقاد هذا دكتور؟ الاعتقاد المقصود بكلمة الاعتقاد هو التصديق التام لهذه المبادئ والقيم. على سبيل المثال، ما المبادئ نحن كمجتمع إسلامي نستوحي ونستنبط المبادئ والقيم التي تشكل سلوكي من القرآن الكريم، وبالتالي يكون الإطار العام لشخصيتي الداخلية هو ما استوحيناه من القرآن الكريم ومن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكي أتعامل مع نفسي ومع الآخرين ومع مختلف البيئات، بيئة العمل، البيئة الاجتماعية، إذا درجة حتى أتعامل مع البيئة، مع الطير ومع الكائنات الحية وحتى مع النباتات، من خلال ما اعتقدت به من هذه المبادئ والقيم التي تشكل سلوكي. طيب، هل المبادئ والقيم لها دور في عملية كما تفضلتم وهو محور هذه الحلقة الاتصال الداخلي؟ نعم، كلما كانت المبادئ مبادئ إيجابية كلما كان تفكيري إيجابيا. جميل. للتفاعل مع المثيرات الخارجية. بالمقابل دكتور، يمكن في بعض الأشخاص اللي رغم وجود هذه المبادئ الإيجابية وهذه القيم الإيجابية اللي كيد إن إحنا تربينا عليها، أحسنت. بالمقابل في بعض الأشخاص ممكن يعانوا ببعض من بعض الأفكار السلبية اللي أحسنت. ممكن إنها تكون ملحة، كيف الواحد يزرع الأفكار؟ أحسنتي. سؤال الحقيقة، لماذا تحدث الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية والقلق؟ الحقيقة كما ذكرنا بأن الإنسان مفطوم على مجموعة من الغرائز ومن الحاجات التي يشبعها. طريقة إشباع هذه الحاجة يجب أن تكون من ضمن الإطار الذي تعلمه واعتقد فيه، ولكن في حالة أن تعدى هذه المبادئ وهذه القيم قد يعيش في نوع من الصراع. يعني المدارس النفسية التي ذكرناها، المدرسة السلوكية والمدرسة التحليلية ومدرسة أيضا الذات، تطرقت إلى هذا الموضوع، كيف يحدث الصراع الداخلي. يحدث الصراع الداخلي وهو اللي يولد للأسف الشديد نوعا من القلق، وهو نواة الأمراض والاضطرابات النفسية. وبالتالي كلما كان الإنسان معتدلا وحقق ذاته، كيف أحقق الذات وكيف أحقق الصحة النفسية، من محورين. بعض المدارس النفسية ذهبت إلى هذا وأخذت بعدا عن التوجيه والإرشاد النفسي. يجب أن يكون هناك محور تحقيق الذات ومحور التوافق مع الذات. طيب، كيف تحقق الذات؟ عندما اكتشف ذاتي. وحنا ذكرنا الذات هي عبارة عن إيش قلنا؟ هي مجموعة من الإمكانات وأيضا القدرات والشخصية الأبعاد. عندما يكون عندي ذلك التصور أكتشف الذات، أتقبل ذاتي. وهذا مهم، وهذا الموضوع مهم جدا. أحسنت. طيب، عندما البعض لا يتقبل ذاته تحدث هذه المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية، وتحدث الازدواجية في عملية التفكير. لكن عندما اكتشف ذاتي، أنا الأستاذ نادر مقدم أحد البرامج ولدي من المؤهل، وأنا أنتمي إلى المملكة العربية السعودية، ولدي أكون تلك الشخصية المعينة، أنا تقبلت هذه. لكن عندي بعض النقاط الضعف، أعمل فيها نقاط الضعف، إيش أحاول أن أسيطر عليها وأقويها. هذا يسمى تطوير الذات. ممكن. عندما أطور ذاتي أصل إلى مرحلة يسمى تحقيق الذات. أنا وصلت إلى مرحلة إيش؟ تحقيق. إذا وصلت إلى مرحلة تحقيق الذات، أنا سوف أحقق أيضا التوافق النفسي. طيب دكتور، عشان الوقت بس بقاطعك، معليش أبغى أوقف عند النقطة هذه عشان ما نبعد عنها. يعني في محور ثاني الآن، إحنا قاعدين نشوف انتشر يعني بعض الكلاسات وبعض الدورات التي تقدم عن طريق الإنترنت أو حتى غيره، لما يجيك المدرب أو المدرب يقول أنا أستطيع، أنا سأنجح، أنا سأعبر ذلك الجبل، قديش هالأشياء هذه فعلا لها أهمية علينا ومؤثرة علينا، أم أنها قد تأثر علينا بالسلب؟ أنا أشكرك على هذا السؤال أستاذ نادر، وأشكر أيضا قناة SBC الاستديو التي طرحت مثل هذا المحور، وهذا موضوع مهم جدا. وأتمنى أن إجابتي هذه تكون رسالة للجهات المسؤول. أنا أتمنى بأن لا أحد يتحدث في هذه المواضيع إلا شخصا مؤهلا تأهيلا علميا وأكاديميا، ولديه أيضا الموافقة بتصريح ورخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الكثير للأسف الشديد دخل في مجال تطوير الذات وبدأ يتعدى على علم النفس وأيضا ميادين علم النفس، وبدأ للأسف الشديد يعمل نوع من الدورات يطلق عليها تطوير الذات، وليس قائمة على أسس علمية، بل البعض للأسف الشديد دخل في موضوع العلاج النفسي، وهنا المشكلة. أتمنى من الجهات المعنية بأن تراقب مثل هؤلاء، وأن يكون لديهم تصريح، وأن يكون خريج إحدى الجامعات تخصص علم النفس بميادينه، ويكون مصرح له في إلقاء مثل طيب هذه الدورات بأسبوع. لكن دكتور، يجب أن نصفهم لتطوير الذات من نظرا للموارد البشرية، ولا يكون هناك نوع من التدخل في موضوع علم النفس، خصوصا العلاج النفسي بميادينه، العلاج النفسي
أو ما يتعلق في هذه الميادين. نعم. اللي يأخذون 7 أيام دكتور دورة كثير شفناهم ويقول لك أنا ممكن أصير مدرب. هذه مشكلة كبيرة. إيش رأيك أنا أعتقد بأن للأسف الشديد مثل هذه الدورات أونلاين. مثل هذه الدورات يجب أن يكون لدينا الوعي لجميع يعني الأفراد في المناطق في المحافظات المملكة العربية السعودية. هناك مغريات في هذه الشهادات، ولكن للأسف الشديد هي لا تكسبهم أي نوع من المهارات أو تشكل نوع هو نوع من أخذوا شيء من مجال المدارس النفسية، يعني من المدرسة السلوكية وقائمة على مجموعة من الفنيات المعينة، يقومون بتطوير هذه الفنيات وعمل كورسات معينة لكي تكون لديهم فقط منافع اقتصادية على حساب صحيح. عقول صحيح. المتدربين. نتمنى من وزارة الصحة بأن يكون لديها تدخل في هذا الجانب. نحن لسنا ضد التطوير ولسنا ضد صحيح. التدريب، ولكن يجب أن يكون من منظور مهني وطبي بشكل صحيح. أكيد، خصوصا يعني نحن بنتحدث عن العلاج النفسي والأمور النفسية، أكيد أنها أمور حساسة صحيح. وممكن أنها تأثر على الشخص سواء بسلبية أو بإيجابية. أكيد نشكرك أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي الدكتور فواز كاسب، شكرا لحضورك معنا، يعطيك العافية. شكرا لكم، الله يعطيك العافية دكتور، وشاكرين لتواجدك معنا في الاستوديو. مشاهدينا أكيد الآن ننتقل معكم إلى تقرير قادم، حيث الورد الطائفي عبق تاريخي ارتبطت زراعته في مدينة الطائف وسط طبيعة جبلية جعلت له اقتصادا واسعا. أكيد راح نأخذكم في هالتقرير بجولة مع راشد القرشي الذي عرف بحبه للورد الطائفي، مع زميلتنا سارة سالم. نتابع. من الزراعة للمنتج، كذا بدأت قصة الأستاذ راشد القرشي في زراعة الورد الطائفي، وبكل حرفة بدأ يستخدمها في منتجات تحويلية نقدر نستخدمها بعدة أشياء أخرى. اليوم نأخذ القصة كاملة. الحقيقة الورد الطائفي عرف يعني تقريبا في الطائف من أكثر من 100 سنة، بل أكثر، ممكن يوصل إلى 150 سنة. طبعا أنا عاشق للورد قبل ما أكون مزارع، هاوي لزراعة الورد، فسبحان الله كنت لازم الوالد من أول في نفس المهنة، فكنت أطلع من عملي ودائما أخذ إجازات السنوية في موسم الورد عشان أتدرب على الورد وأخذ فكرة الورد. حاليا خليني أقول في جميع المنتجات الزراعية يمكن الأول يعتبر، طبعا الطائف غني بكثير من الفواكه والمنتجات، ولكن الورد هو الأهم هو الأبرز. العطر يبقى هنا في الكاس، شوف فن قطف الورد يحتاج فن، حتى في القطاف لازم يقطف بهذا الشكل. طبعا هي رحلة خليني أقول لك شاقة، لأنه اللي ما يعرف الورد على باله أنه الورد سهل، لكن هي تحتاج حرفة عالية ومهنية عالية في التصنيع عشان تعطينا جودة أكبر وتوصل للناس على أرقى مستوى. فطبعاً احنا بيجينا عادة الورد من المزارع، من كثير من المزارع احنا بنتعامل، بيجينا الورد يبدأ فرزه في الصباح، ولما يبدأ فرزه في الصباح يتوزن ويتسجل كل ورد على حدة، وبعد الفرز نبدأ بتجهيز هذه المعامل. يضاف لها ما يسمى بورد العروس اللي هي التلقية الأولى، ماء العروس، ويضاف لها أيضاً تلقية الثمن، ونسمي هذه العملية عملية التكرير. فلذلك لما أول ما يبدأ الغليان ويبدأ التبخير هو يبحث عن أي منطقة يهرب منها، فلما يتقفل عليه هنا يبدأ كل البخار يتكثف في هذه الطاسة. بعد ما نطلع من البخار اللي تكثف في الغطاء يجي بميول انسيابي على المبرد، هذه برك خرسانية تبريد، تحول درجة الحرارة من بعد الغليان مثلا إلى درجة 70-65 درجة عشان يتحملها القزاز. والآن حننتقل على التلاقي القزاز، أشرح لك عليها. نجي هنا مثلا زي هذه الآن شغالة، هذه هي الماسورة طالعة بعد التبريد، فشوفي الآن باليد ممكن تمسك لأنها خفيفة، درجة الحرارة بسيطة جدا، يبدأ التكثيف، فتنزل على أول تلقية، تشتغل هذه التلقية حتى توصل أعلى نقطة فيها، أعلى نقطة فيها يبدأ يفرز الدهن، أوريدي هو أخف وزن من الماء،
فلما يطلع فوق يتصفى الدهن. احنا بس نبدا ناخذ الزيت هذا نقطفه ببراويز خاصه حنشوفها على الطبيعه. بعد العروس هذه اللي احنا تكلمنا عنها تركب تلقيه ثانيه قزاز 25 لتر تجيب الثنو، ايضا قزازه اخرى تجيب اللي هو السائر، فهي ثلاثه قطفات في ماء الورد، اما الدهن هو قطفه واحده. تمام؟ الان حنمشي على التلقيه ونشوف كيف يطلع الزيت. طبعا هذه هي التلقيه اللي بتجيب ماء العروس وتجيب لنا ماء الورد. طبعا ماء الورد العروس يطفو فوقه الدهن بما يسمى دهن الورد الطائفي او يسمونه ورد الملوك مثلا. هذا الجزء البسيط لانه هذه الماده الزيتيه هي اوريدي تفصل عن الماء لانها اخف وزن من الماء، فتقطف. هذه افضل ما يقطف في الورد الطائفي، وهذا هو العنوان اللي هو عنوان اصل الطبخه. بعدين تبدا بعد الصناعات التحويليه بعد يفرز الزيت، فهذه كلها صناعات تحويليه من الورد الطائفي. فالحمد لله يعني صناعاتنا الان بدات تنتشر، وان شاء الله في القريب العاجل حيكون ان شاء الله هناك وكالات دوليه لتصدير هذا المنتج. في جميع مناسباتنا، في افراحنا، في نجاحاتنا، في زواجاتنا، في استقبال مواليدنا، في كثير من المناسبات الورد يقدم، وهذا شيء ما يتقدم الا في الورد. ألف عافية زميلتنا سارة سالم على هذا التقرير الجميل، وأكيد جمال الطائف وجمال الورد الطائفي، وشفنا في التقرير كيفية صناعة وإنتاج دهن الورد الطائفي، ماء الورد الطائفي اللي أكيد يعني دائما بتكون مميزة. أكيد ريم، وحنا تعودنا دائما مهرجان الورد الطائفي اللي أكيد كنا نعيشه من عام يعني من سنوات مضت يمكن من 1426 لوقتنا الحالي، ونشوف في إبداعات ونشوف أيضا في منتجات يعني خلينا نقول أيضا من هالأرض، ودائما مثل ما تعودنا المملكة العربية السعودية غنية بجميع منتجاتها. أكيد مشاهدينا الكرام حنطلع فاصل قصير وبعد نكمل، خلوكم قريبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. وموضوعنا الان عن جراحات التجميل، ومع انتشار جراحات التجميل وايضا كثرتها اليوم راح نكتشف معا العديد من النقاط المهمه، بدءا من السن المناسب لاجراء عمليات تجميل الانف وانتهاءا بخطوره بعض الاجراءات الغير جراحيه. ولكن هل لديكم مخاوف بشان الاثار الجانبيه لهذه العمليات، وكيف يمكن اختيار الجراح المناسب؟ دكتور وائل الكناني استشاري جراحة الوجه معنا اليوم عشان يجاوب على جميع هذه التساؤلات. ويا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. الله يحييكم، شكرا على الاستضافة في برنامج. يا هلا وسهلا فيك. وبالبداية دكتور، يعني نحن اليوم بنتحدث عن الجراحات التجميلية، وبنتحدث أيضا عن بعض الجراحات الغير تجميلية، أكيد راح نتحدث عن السلبيات والإيجابيات، لكن بالبداية في أي سن ممكن إجراء العمليات التجميلية خصوصا عمليات تجميل الأنف؟ طيب هذا سؤال ممتاز. عادة بالنسبة للبنات نقدر نسوي عمليات تجميل الأنف من انتهاء نمو الأنف، هو غالباً يكون على عمر 15 إلى 16 سنة، طبعاً هذا يتحدد بالفحص. وبالنسبة للشباب يكون شوية متأخرين عن 15-16، تقريباً على عمر 17 إلى 18 نمو الأنف عند الشباب يكون انتهى، وقتها نكون جاهزين غالباً أنه نسوي هذه العمليات. طيب ممتاز دكتور، إحنا الآن بنجي الأنواع العمليات، إيش الفرق بين العملية المفتوحة أو حتى المغلقة للخشم؟ دائما نسمع بهذا الـ الاسم إنه عملية مفتوحة عملية المغلقة، بس أغلب الناس ما يعرف إيش الفرق بينهم. إيه؟ في صورة، لو نحط الصورة الفرق بين العملية المفتوحة والمغلقة. الصورة على اليمين هي عبارة عن العملية المغلقة، عبارة عن فتحتين صغيرة نسويها من جوا الأنف بحيث إنه ما يكون في آثار واضحة. اليمين واليسار قصدك؟ على اليمين. تمام، يمين المشاهد. يمين إيه. بحيث ما يكون في آثار واضحة للجرح نفسه بتكون من جوا الأنف. بالنسبة للعملية المفتوحة نفس الجراحة المغلقة بالإضافة إلى الخط اللي في النص بين الجرح اليمين والجرح اليسار. هذا يعطينا في المفتوح أن نقدر نرفع جلد كامل عن الغضاريف وهيكل الأنف، فبالتالي نقدر نسوي العملية
والجراح يقدر يشوف كل الغضاريف من العظم من فوق إلى الغضاريف تحت. بالنسبة للمغلقة الجراح يحاول أنه يستخرج الغضاريف من الجرح، يسوي فيها الخياطة أو يدعمها بغضاريف ويدخلها مرة ثانية. إذا يبغى الشغل في العظم أو يسوي تنعيم في العظم، هيدخل بعض الأدوات من الجرح هذا إلى العظم فوق ويسوي فيه نحت. طبعاً كلتا العمليتين نتائجها ممتازة، يعتمد حقيقة على تفضيل الجراح. يعني في جراحين أغلبهم يفضلوا عمليات مغلقة، في أغلبهم يفضلوا مفتوحة. يعني ما بيعتمد على الحالة؟ لا، ما بيعتمد على الحالة، يعتمد على تفضيل الجراح. يعني في جراحين يسووا بس مغلقة لكل الحالات. وش الأفضل والدارج؟ والله أنا أشوف يعني بشكل عام أنه يعني نقدر نقول 50-50. في كثير من الجراحين يسووا مغلقة ونتائجهم ممتازة، وكثير برضو من الجراحين ولا شد خطورة؟ هو أوكي، كل واحدة لها مزايا وعيوب. من مزايا المغلقة أنه الالتئامات حقتها سريعة، انتفاخات أقل، الوقت العملية أسرع وهكذا. هذا المغلقة، هذا المغلقة لأنه أنت بتفتح فتحات صغيرة. لكن المفتوحة بيكون عندها عيوبها، مثلا الوقت بيكون حقها شوي أطول، الانتفاخات حقتها شوي أكثر من المغلقة. لكن طبعا تعطيك تحكم أكبر بالغضاريف، وحركة الأنف تكون يعني عندك واضحة أمامك مع العظام مع الغضاريف مع كل شيء، كل شيء أمامك يعني بشكل دقيق. جميل. فكل واحدة لها مياز مزايا وعيوب. جميل دكتور، يعني صراحة بالنسبة لي عمليات تجميل الأنف من العمليات اللي جدا حساسة، لازم الواحد يبحث يعني يكون عنده معلومات كافية قبل ما يتجه لهذه العملية ويكون مقتنع 100% لأنه ما فيها رجعة. بعض الأشخاص ممكن يتخوفوا من المضاعفات، بنسمع كثير بيصير بيكون في بعض السكارز اللي ما بتروح، مشاكل في التنفس، إيش أسباب هذه المضاعفات؟ ليش بتحصل؟ طبعاً إحنا لازم نعرف إنه أي إجراء جراحي في يصاحبه نسميها سايد إفكت أو الآثار الجانبية، وفي شيء ثاني اسمه مضاعفات. السايد إفكت اللي هي إذا سويتي هذه الجراحة لازم يجيك هذا الشيء، مثلاً زي الألم، الانتفاخ، أثر الجرح إذا كان مثلاً عملية مفتوحة أو كذا، هذه الأشياء لا مفر منها. لكن المضاعفات اللي هي الأشياء اللي ممكن قد تحدث نسبها جدا قليلة وغالبا تكون معروفة، زي مثل الالتهاب، زي مثلا النزيف، زي كذا. وطبعا هذه الأشياء في الأعراف الطبية متحكم فيها ولها بروتوكولات خاصة للتحكم بهذه الأشياء لو صارت. لكن كل الناس لازم يشوفوا الآثار الجانبية من العملية، لكن المضاعفات نسبة قليلة من الناس ممكن تصير معاهم. وإحنا دائما يعني حتى كل مضاعفة من المضاعفات عندنا عليها نسبة معينة، ولو لا سمح الله صارت نقدر نتحكم فيها بشكل بسيط. احنا ودي كان بس اوري في عندنا صوره وصوره ثانيه وفيديو لعمليه الانف المغلقه والمفتوحه. هذه مثال على عمليه الانف المغلقه. لو نشوف اول شيء فوق على اليسار انه الانف هذا في مثلا حدبه اللي هو العظمه الزايده، الانف طويل شوي تحسه، الغضاريف السفليه شويه عريضه. احنا دائما لازم نعرف انه الثلث الاعلى من الانف هو عظم، الثلث الثاني والثالث السفلي هذا غضروف. تمام. فلازم نقيم الأنف بشكل كامل عشان نعرف وين المشكلة بالضبط ونعرف كيف نحلها. طبعاً العظم الأنف مكون من 4 عناصر رئيسية: العظم اللي هو الجزء الثلث الأول، الثلث الثاني اللي هو الغضروف العلوي، الثلث الثالث الغضروف السفلي، والحاجز الأنفي اللي هو يفصل بين الجهتين. على فكرة الحاجز الأنفي هو عمود الأنف، هو اللي الأنف تقريباً واقف عليه. فإذا كان في أي مشكلة في الحاجز الأنفي، الأنف غالباً يطيح وما له سبورت، ما له داعم يعني. فهذا مثال على العملية المغلقة. إحنا نسوي الفتحة من داخل الأنف، ندخل بين الغضاريف، نشيل الحدبة أو نشيل الجزء الزايد من الغضاريف، وبعدين ننحت العظام ونقصر جزء الغضاريف اللي هو الزايد ونخيط من جوا الأنف، وبهذا تتم العملية المغلقة. في صورة ثانية للعملية المفتوحة. العملية المفتوحة بالضبط زي العملية المغلقة، بس اللهم أنه يزيد الفتحة اللي في النص بين الفتحتين اللي هو الأثر الخياطة اللي بين الفتحتين، عشان يصير الجلد حق الأنف كله يرفع. ولما يرفع جلد الأنف نقدر نشوف هيكل الأنف كامل من العظام والغضروف العلوي والغضروف السفلي والحاجز، ونقدر نشتغل عليهم بشكل كامل وبعدين نقفل الأنف. ممكن. في فيديو كمان نقدر نشوفه. طيب على ما يعرض الفيديو بسألك سؤال دكتور، بنجي نعرض الفيديو الآن. أنا جاب وأنت تتكلم يعني حسيت بخوف صراحة، يعني كيف ممكن الوضع معقد؟ أباك تعطيني تفاصيل الأنف مكون من إيش أساس إحنا نعرف نفصل، وأساس نعرف المشاهد إيش الأشياء أنت تتكلم عنها. خلينا نتكلم عن تركيبة الأنف. طيب بالنسبة لتركيبة الأنف، الأنف يتكون من ثلاث أثلاث من الأمام. الثلث الأول يكون جزء عظمي، الثلث الثاني يكون الغضروف العلوي نسميه، والجزء الثالث اللي هو الغضروف السفلي. تمام. في بينهم حاجز أنفي. طبعا جوا تكوين انسجه الانف في الجلد، وتحته طبقه دهنيه بسيطه
الجلد والطبقة الدهنية البسيطة تتراوح عند الناس بالكثافة، تمام؟ وبعدين في عضلة تكون مغطية الهيكل حق الأنف، وبعدين في الأربطة حقة الأنف جوا بين الغضاريف وبين العظام، وفي الغشاء المخاطي من الجهة الداخلية. هذه هو تكوين الأنف كامل. طبعا هذا بالنسبة لهيكل الأنف نفسه. طبعا في أشياء جانب الأنف زي مثلا العظمة الوجنة، الجيوب الأنفية، القرينات اللي هي اللي تكون على جانب الأنف اللي هي تساعد في تدفئة الهواء وتنظيم الهواء، وتكون ثلاثة أقسام، قسم علوي ووسط وسفلي. وفي عندك كمان اللي هو قاعدة الأنف، ويكون غالبا الفك العلوي. فهذا بشكل مختصر التركيب الأنف بشكل كهيكل يعني. جميل دكتور، اليوم يعني غير عمليات التجميل الجراحيه صرنا بنشوف انه لا في عمليات تجميل غير جراحيه. خلينا نتكلم عن هذه العمليات للانف، مثل الخيوط، الفيلر، وغيرها من العمليات. ممتاز، هذا سؤال كويس. طبعا كثير ناس يجوا في العياده يطلبوا انه هل في حل نقدر نسويه للانف بحيث انه ما نسوي نتفادى العمليه الجراحيه من الاخر. يعني الناس غالبا يخافوا من العمليات الجراحيه، وانه حيكون غالبا تخدير كامل، لانه اغلب عمليات او نقدر نقول كل عمليات الانف هي تخدير كامل. فطبعا هل في حلول اخرى؟ طبعا هو في حلول اخرى، بس بصراحه هل تقدر تعطي نفس النتيجه تبع التجميل؟ جواب لا. طيب هل في منها مخاطر او ريسك نسميها، او يعني منها مشاكل؟ ايوه، هذه مشكلتها. انه مثلا زي ما انت تفضلتي الخيوط، الخيوط الكل يعرف ان هي مداها مؤقت، نتكلم عن كم اسبوع وبعدين فعاليتها تروح. للاسف انه الخيوط هذه خيوط تبقى اثارها حتى لو تذوب بعد فتره، لكن في جزء منها ما يذوب، يقعد في الجلد، ممكن يسوي تليفات، ممكن يعمل التهابات، ممكن يصعب العمليه لو واحد انه يبغى يسوي عمليه بعد الخيوط لما تفقد فعاليتها. يعني اللي يستخدم اللي يسوي الخيوط ما يقدر يقوم بعمليه جراحيه؟ يقدر، بس ما حتكون لو انه هو ما سوى خيوط، لانه حيكون في تليفات بسيطه متكونه في المنطقه محل ما الخيوط كانت موجوده. تمام، فالخيوط ممكن اجراءها للناس اللي عندهم يبغوا يسووا رفعه بسيطه كذا، بس لازم يعرف الانسان تعديلات بسيطه ممكن. بس لازم يعرف الانسان انه في مخاطره بعض من اجراء بعض هذه الاشياء، ودائما العمليه الجراحيه تكون نتائجها دائما احسن وعلى المدى الطويل احسن، لانها ما تتغير مع الزمن. لكن الخيوط مداها مؤقت كم اسبوع وبعدين تروح. الفيلر حقيقه الانف هو اخر مكان انت تبغي تكبريه. دائما الناس يطلبوا تصغير الانف، ما يبغوا يكبروا الانف، تمام؟ فالفيلر مشكلته انه هو يكبر حجم الانف، لانه تعبئه بالنهايه. هي تعبئه، حتى لو حل مثلا انه في مثلا عظمه بسيطه او واحد يبغى يرفع الارنبه تبع الانف بالفيلر بسيط، صحيح هذا الشيء يصير في البدايه، بس بعدين الفيلر يفقد القوه حقته بعد كم اسبوع او بعد كم شهر، ويصير مشكله الفيلر انه ينساب على الانف ويروح ويبدا يذوب. ممتاز. المشكله ترجع مره ثانيه، ويصير يعني الطبيب يسوي عمليه مره ثانيه. يعني طب لو جاي يذوب الفيلر اللي ممكن يذوب الفيلر، لكن المشكله انه احيانا في بعض الحالات وجدا نادريه صراحه يصير في مشاكل مع الفيلر، لا سمح الله، انه الجلد تبع الانف ممكن يموت بضغط الفيلر على بعض الاوعيه الدمويه، وهذه مشكله كبيره، ولازم يكون الانسان اللي حاقن الفيلر يكون على وعي تام كيف يقدر يتحكم في المشكله هذه لو صارت. ولا سمح الله ممكن يسوي في بعض الحالات النادره جدا فيلر الانف ممكن يدخل في الاوعيه الدمويه ويسبب ضعف في النظر او لا سمح الله العمى. فعشان كده احنا ما يعني الاشياء هذه الاجراءات لازم اجراء يعني اذا واحد يبي يسويها لازم يكون جدا حريص، ويعني يفكر كذا مره قبل يتخذ هذا القرار. دائما احنا نقول العلاج الرئيسي لمشاكل الانف هي عمليه جراحيه. جميل، ممتاز. طيب دكتور، احنا اكيد ان الموضوع شيق، والموضوع ايضا بما انه الان في اقبال كبير خصوصا في عالم السوشيال ميديا او يكثر الهوس عند المشاهير، احنا اكيد بس بنرجع وبنفصل في الموضوع اكثر، لكن بنطلع فاصل وبعد راجعين. حياكم الله مشاهدينا من جديد، مكملين مع الدكتور وائل الكناني في موضوع جراحة تجميل الأنف. ودكتور قبل الفاصل ذكرنا موضوع هوس عمليات التجميل، وتحديدا عمليات تجميل الأنف، لأنه في بعض الأشخاص ممكن فعلا بيحتاجوا هذه العملية سواء لظروف صحية أو غيرها. لكن إيش الفرق بين العملية الطبيعية والعملية اللي ممكن يكون مبالغ فيها، وعلى إيش يعتمد؟ هل بيعتمد على رغبة المريض؟ طبعا هو في الان تجميل الانف الاحسن شيء انه يكون الانسان يعمل تجميل الانف بطريقه طبيعيه مو طريقه مبالغ فيها. بنشوف حالات كثير
مثلا حالات أنف فيك يكون النتيجة يعني غير حقيقية أو تكون يعني ماشية مع الترند الأيام هذه، يكون مثلا مرة مرفوع أو مرة مدبب وكذا. إيش مشكلة هذا الشيء؟ إنها هي تيجي فترة بسيطة وتطلعها موضة، يعني زي موضة تقعد كم من سنة بعدين تروح تبطل ويصير يسوي عملية مرة ثانية عشان يرجع يعني يلحق الموضة الجديدة أو يرجع طبيعي. فإحنا دائما نقول دائما الأنف الطبيعي الجميل بشكل طبيعي بحيث إنه ما يكون فيك، هذا ينفع لكل زمان ومكان وما يكون يعني أوفر، يعني ما يكون مبالغ فيه بشكل مبالغ. دكتور احنا بنستعرض فيديو، لكن قبل نستعرض الفيديو ابغى ارجع السؤال للعمليات المفتوحه والمغلقه. تمام. اكيد انه اي عمليه يكون لها مضاعفات وارتدادات، هل العمليه المفتوحه والمغلقه لها ارتدادات وصارت فعلا المرضى جربوها وعانوا بعدها؟ شوف بشكل عام زي ما احنا قلنا اول، بعد العمليه في عندك اللي هي الاثار الجانبيه من العمليه، غالبا تكون هذه يعني فتره بسيطه، فتره اسبوعين وتروح. تمام. لكن في شيء يسموه المضاعفات، المضاعفات ممكن تصير فترة مستمرة. أطول شوي، لا ممكن ما تستمر، ممكن تكون فترة مثلا زي الالتهاب، زي مثلا النزيف، ممكن يعني يصير واحد عنده التهاب أو نزيف وبعدين يتحكم فيه وبعدين يروح. تمام. في بعض الأشياء اللي تصير أنه مثلا مع الالتئامات أو مثلا طبعا في سؤال ثاني يقول هل أحتاج أني ممكن أسوي رتوش للعملية؟ طبعا في مع كل الجراحين، أحسن جراح لأي جراح في العالم ممكن يكون عنده نسبة لأنه يسوي رتوش العملية. رتوش غالبا إحنا إيش نقول؟ يعني أنه مثلا يبغى لك مثلا تسوي تاتش أب للعملية، مثلا تزود الرفع الضيق أكثر، الحدبة شوية تنعمها أكثر وهكذا، نقول لمسات أخيرة. يعني في بعض الناس يجون إعادة، يعني مثلا مسوي عملية وكان في عنده مشاكل في الأنف فنعيد له العملية. تمام. نعيد العملية ككل بشكل كامل، زي مثلا الناس اللي يسووا فيك أو يكون يبغوا شيء بزيادة مثلا طلعت هبة جديدة، أيوه هذه يغير. تمام. فهذه الأشياء كلها واردة، فلازم الإنسان يكون عارف أنه هو مقدم على العملية وبالتالي دائما لها زي مساوئ ولها منافع كمان. جميل. فهو لازم يكون عارف هذا الشيء. طبعا يعني هذه الأشياء، عمليات تجميل الأنف على فكرة أكثر عملية تصير في العالم بالذات من ناحية التجميل، أكثر عملية. ثاني شيء هي أقل عملية ألماً. ليش؟ سبحان الله إحنا متعودين على الزكام، تمام؟ كل فترة نزكم، فدائما الناس يحسبوا أنه الألم بعد عملية الأنف مخيف، ويشوفوا الصور اللي عيونهم منفخة وفي دم وشاش كذا ودعامات داخلية وجبيرة خارجية وكذا، ويقول لك أنه أنا ممكن يعني هذا الشيء يعيقني عن حياتي كاملة. مخيف مرة. ترى ألم عملية الأنف زي الزكام بالضبط، الموضوع كله ما حيتجاوز أسبوع إلى 10 أيام والموضوع هذا كله يتلاشى تماماً. إيش ما يصير معك، إن كان جاء انتفاخات أو ما جاء انتفاخات أو جاء تورمات أو نزيف، أو هذه كل الأشياء تكون في الفترة الأولى. جميل. بعد العملية بعدين خلاص. جميل. يعني كلها أمور طبيعية. لكن دكتور خليني أركز على موضوع، هل ممكن يكون في إضرار إذا الشخص عاد العملية أكثر من مرة؟ طبعاً لا، إحنا دائماً نقول عملية الأنف أحسن شيء إنه تجرى من أول مرة تضبط ويصير كويس. كل ما أنت عدت العمليات أو الإنسان اضطر إنه يعيد العملية بتكون نتائج أقل دائماً، لأنه أنت تعرف يعني مثلاً تصلحي مشكلة الأنف من أول مرة مو زي تصلحيها وفي التصاقات وتليفات وأشياء قديمة، وتكون غالباً الغضاريف مقصوص منها ومخيطة، تكون ضعيفة وصارت مع الالتئامات والجلد يكون التصق عليها وضغط عليها. فأنت لما تفتح المكان تلاقي المكان شوية تايت ويكون كل الأنسجة مصفوطة على بعض، فتصير دائما نتائج تكون ممكن أحسن لكن تكون نتائج التحسن أقل شوي من أنه لو سواها من أول مرة. طيب في دكتور فيديو بنشوفه وبتعلق برضو ممتاز. عليه. طيب فتعليق عندك. احنا دائما نقول أنه الأنف أربع عناصر، قلنا العظم وال الغضروف العلوي والسفلي والحاجز، هذه عملية مغلقة مثلا ندخل بين الغضاريف نشيل الحدبة إذا كانت موجودة وننعم المكان وبعدين نسوي تنعيم لعظام الأنف من الفوق من هذه المنطقة. تمام. وبعدين نقص الغضاريف عشان نصغر الأنف، ناخذ الغضاريف هذه وندعمها عشان التنفس، هذه المنطقة اللي هي الصمام الداخلي، بعدين ناخذ جزء من الغضاريف ندعم الأنف من تحت، إذا كان في أي ميلان نعدله ونسوي الخياطة ونخيط الجرح، وآخر شيء نحت عظام الأنف نسوي من داخل الأنف، ننحت العظام كامل ونضم الأنف كامل، وهذه العملية بشكل بسيط. الحين فعلا هذه نفس العملية الحقيقية؟ هذه نفس العملية المغلقة بالضبط. أنا ودي يعاد الفيديو مرة ثانية وتتكلم برضو دكتور. أتكلم مرة ثانية. طبعا يعني المفتوحة تزيد الفتحة اللي في النص بين بين الفتحتين ويترفع الجلد ويشتغل على الدكتور يكون واضح. هذا نقول العظم والغضروف العلوي والغضروف السفلي والحاجز، هذه أربع عناصر. نفتح فتحة بسيطة من داخل الأنف، ندخل بين الغضاريف، نشيل الحدبة الغضروفية والعظمية وننعم المكان، نسوي تنعيم للعظام ونسوي بينهم
فتحات بسيطة عشان نقرب العظام، ناخذ جزء من الغضاريف السفلية عشان يضيق الأنف، ندعم الحاجز بالغضاريف وندعم الأرنبة بالغضاريف ونثبتها بخياطة، بالتالي تعدل الميلان، تعدل ميلان الحاجز، ونرجع نخيط الأنف، وآخر خطوة نعدل تنعيم العظام الأنف ونضم العظام للداخل ويصير الأنف أصغر من العظام الجهة العظمية والجهة الغضروفية. شغل هندسي بس بنفس اللحظة والله مخيف. دكتور، هذه العملية وطريقة العملية هذه اللي استعرضناها في الفيديو، هل بتختلف حسب الحالة ولا هي نفس هذه العملية لكن بتفرق يمكن في النتيجة؟ أوكي، هي الفكرة أنه كل جراح له طريقة في عمل خياطة الغضاريف وعمل يعني تنعيم العظم، لكن هي الخطوات تقريبا كالخطوات الأساسية واحدة بين كل جراحين العالم يعني. طيب، لكن كل جراح له لمسة معينة في الغضاريف، في طريقة خياطة الغضاريف، في نفس سمك الغضاريف، ارتفاع الغضاريف، أو كمان حتى نحت العظم. فعشان كده دائما الجراح، كل جراح له تقريبا طابع معين في شكل الأنف. غالبا لو تشوف الصور عند الجراحين تلاقيه تقريبا عنده نفس الطابع، يتشابه أنوفه تقريبا. هذا اللي خليني أسألك دكتور، كيف أنا أختار الدكتور المناسب؟ يعني في كثير من الدكاترة الممتازين، لكن هل حسب النتيجة اللي أنا أبغاها؟ هل حسب حالتي؟ علي أساس اختار الدكتور؟ ممتاز، كل الدكاترة فيهم خير بركة. أنا يعني نصيحتي للناس أنه في عندك عنصرين يتم عليه اختيار الجراح، وهذه الطريقة إذا أنت اتبعتها إن شاء الله، طبعا بعد الاستخارة لازم تشوف حاجتين. الشغلة الأولى أنك أنت تشوف الدكتور اللي أنت ترتاح مع شغله، أو شكل الأنف اللي دائما هو في مخيلته. كل طبيب عنده الشكل النهائي للأنف لازم يطلع بطريقة معينة. تمام، فإيش أقرب شيء للشيء اللي أنت تبغاه من شكل الأنف اللي أنت تحلم فيه كشكل الأنف المثالي اللي تشوفه؟ تشوف كل دكتور له تقريبا صور كثيرة عنده في حساباته، فتقدر تدخل تشوف كيف شغل الدكتور بشكل عام، تقدر تستوحي منه الشيء اللي انت تبغاه، تقدر تستشف مين اقرب دكتور للستايل تبعك، تشوف تجارب برضو مع مراجعين او مرضى. الخطوه الثانيه انك انت تسال عن الدكتور وتقعد معه، يعني تسال عنه المرضى وتقعد معه على اساس تشوف هل ارتاحت نفسيتك معه ولا لا. يعني ممكن تروح استشاره لكذا دكتور. ممتاز، اذا انت استشرت كذا دكتور فانت تقدري، وبالذات الدكاتره مثلا اذا انت عندك 2 أو 3 هم هذول اللي ستايلهم انت اللي مثلا بتدور عليه، فانت بقى الخطوه الاخيره تسالي عنه المرضى، تجارب الناس، وتقعدي معه عشان تشوفي هل امورك تمام معه ولا لا. جميل، احنا اكيد يعني انا صراحه اشوف الموضوع شيق صراحه، وبنفس الوقت بالنسبه لي انا صراحه مخيف، لكن دائما يعني نقول نبعد يعني شوي عن الهبات، والناس اللي فعلا عندهم مشاكل صحيه او عندهم بعض التعديلات ممكن اعتقد انهم هم اللي يتوجهون له بشكل اوسع. عموما احنا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور وائل الكناني، وهو استشاري جراحه تجميل الوجه. يعطيك العافيه دكتور وائل، وشاكرين لك ما قصرت. الله يعافيك. بي يعطيك ألف عافية دكتور وائل، كفيت ووفيت صراحة، وفعلا معلومات كثير مهمة وتفاصيل يمكن الواحد بيجهلها، لكن ممكن أنها تساعده إذا قرر أنه هو يقوم بعملية تجميل الأنف. يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية. ونحن بكذا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أكيد اللقاء يجدد معاكم غدا بمواضيع جديدة وحلقة جديدة في استوديو SBC، وفي أمان الله.